بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم جديد من ايام الاسبوع، هو يوم الاحد، ولمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا باذن الله. وبعد ما اتنهدنا تنهيده طويله جدا طوال 60 دقيقه، بتزيد طبعا وقت مستقطع وبتزيد شويه مع التوقفات، نجحنا في التاهل منتخب مصر الى الدور ربع النهائي من بطوله العالم لكره اليد المقامه على ارضنا. تأخر بنتيجة وصلت لأربعة أهداف بل زادت إلى 5 أهداف في بعض الأوقات، لكن شوط تاني نجحنا فيه في إن إحنا نعمل عودة تاريخية قوية جدا أمام منتخب سلوفينيا، فنجحنا في إدراك التعادل أخيرا بل وتقدمنا أخيرا بعد مرور 40 دقيقة من 60 دقيقة، ونجحنا بعد كده في إن إحنا نتقدم بفارق هدفين، لكن بعديها هم نجحوا في العودة، وصلنا الهدفين قبل دقيقتين بس من النهاية، إهدارات شوية حصلت في النهاية فتعادل المنتخب السلوفيني معانا. تعادل لم يكن يختلف كثيرا عن الفوز، ليه؟ لأن احنا لو كنا كسبنا كنا هنقعد نقول يا سلام لو السويد اتعادلت، يا سلام لو السويد اتعادلت الماتش اللي بعده مع روسيا. لكن لما اتعادلنا بقينا نقول يا سلام لو السويد اتغلبت. كده كده بعدها بساعتين السويد كسبت منتخب روسيا، فكده كده التعادل زي الفوز النهارده. فتعادلنا وتأهلنا، فدلوقتي بقى احنا نركز في اللي بعد كده. بعد ما حبسنا الأنفاس وبعد ما عمالقة منتخبنا في الشوط الثاني عملوا شوط رائع، عالجوا فيه كل أو أغلب أخطاء الشوط الأول، سواء في الانفرادات اللي كنا بنضيعها الشوط الأول، سواء في تألق العملاق حارس مرمى منتخب سلوفينيا النهارده، عرفنا إزاي نسجل في مرماه، سواء في استغلال الكرات البريكفاست بتاعتنا، فعرفنا نرجع للمباراة. هم تقدموا علينا الشوط الأول بفارق 4، الشوط الثاني إحنا تقدمنا بفارق 4، فانتهت المباراة بالتعادل 25-25 وأبطلنا إلى ربع النهائي. علشان مبدئيا كده نكون وصلنا لإنجاز النسخة اللي فاتت، إن إحنا مبدئيا ضمننا على الأقل أوحش حاجة جاية يعني المركز الثامن على العالم. إحنا دلوقتي من الثمانية الكبار. وعلشان نبقى طموحنا اللي جاي مش ان احنا نعدي من الدور الرئيسي للتمهيدي ولا من التمهيدي لربع النهائي، احنا طموحنا اللي جاي ان احنا نكون في المربع الذهبي، ان احنا نعدي المرحله اللي جايه ونخش على اللي بعدها. ولكن المرحله اللي جايه دي ربع النهائي بنلعب ابطال العالم، بنلعب منتخب الدنمارك اللي في هذه النسخه ياكل حتى الان الاخضر واليابس، نتمنى ان ناكله نحن. رتمه بقى سريع، رتمه مختلف، طريقة لعبه مهما غيرناها علشان نعرف نجاريه الدنيا صعبة على مستوى أجيال سابقة، لكن ليه لأ؟ ما هو ده المنافس اللي جاي، هنلعبه هنلعبه. والله قدمنا بطولة أو مباراة رجولية وقتالية وكسبنا يبقى ممتاز، خسرنا أهم حاجة إن إحنا واثقين في الرجالة. أهم حاجة إن إحنا عملنا اللي عملناه النسخة اللي فاتت، دلوقتي بنبص في إن إحنا نعمل أحسن من اللي عملناه النسخة اللي فاتت، فهنتكلم عن ده بالتفصيل كمان شوية. لكن في داخل نادي الزمالك ماذا يحدث بعد التعادل أمام أسوان؟ الكل اتكلم داخل النادي على إنه زي ما احنا صدارتنا ما بقيناش منفردين بيها، لكننا ما زلنا على الصدارة، التركيز في اللي جاي علشان لو بصينا ورا ممكن نفقد النقاط. ده إلى جانب نقاط أخرى تناقش، منها ملف الانتقالات، لأن احنا على بعد أيام قليلة، أقل من أسبوع من غلق باب الانتقالات، اللي خارج من الزمالك او اللي داخل الزمالك. تعالوا نرحب هاتفيا بالكابتن اشرف قاسم برنس الكره المصريه. كابتن اشرف اهلا بيك منورنا. اهلا بيك كابتن هاني، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ بخير؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. يعني هارد لك بعد التعادل امبارح امام اسوان، مباراه فرص كتيره قوي ضاعت من الزمالك وفي النهايه لا اهداف فانتهت بتعادل السلبي، فهارد لك. لو تسمح لي بس احب اقدم التهنئه لرجاله منتخبنا الوطني لكره اليد، الله يبارك فيك، لصعودهم لدور الثمانيه في بطوله العالم، واتمنى ان شاء الله استمرار نجاحاتهم الكبيره دي اللي يا رب. احنا اللي بنتشرف بيهم في مصر وفي كل العالم دلوقتي. اكيد. طبعا حضرتك اتكلمت على الوضع اللي حصل، يمكن اخر مباراه امام نادي اسوان الناس كلها شافت في بعض الامور ما كانتش مظبوطه داخل المباراه، واعتقد الناس كلها اتكلمت على قصه ضربات الجزاء التي لم تحتسب، تمام، وعدم ذهاب الحكم لمتابعه التقنيه الرائعه اللي احنا المفروض ان احنا نستفيد منها واحنا لم نستفيد منها حتى الان، تمام، وهي تقنيه الفار.
فطبعا في اسئله كتير جدا الواحد بيسال نفسه عليها ومش عارفين اجابات ليها بصراحه يعني لغايه دلوقتي. شايف انه حتى الان لم نستفد من تقنيه الفار بشكل عام كابتن اشرف؟ اعتقد ان كل انديه مصر دلوقتي لم تستفد منها استفاده، اللي هي استفاده تقنيه الفار معموله عشان ايه يا كابتن؟ علشان الخطا اللي ممكن يعدي على الحكم الفار يراجعه فيحاول يعالجه. تمام. لو انت تتذكر زمان قبل موضوع تقنيه الفار كانت الحكام دايما بتقول تطلع تقول احنا عندنا مشكله كبيره جدا، انتوا مش حاسين بيها، انتوا بتبقوا قاعدين بتتفرجوا على المباريات ايوه وبتتعاد اللقطه مره واثنين وثلاثه وعشره، فانت عندك في ارتياحيه في القرار، احنا بناخد القرار في نص في جزء من الثانيه. تمام. طب دلوقتي انت عندك دلوقتي كحكم، ردينا بقى احنا عليهم دلوقتي، انت عندك كحكم نفس الوضع اللي احنا كنا عليه قبل كده، انت عندك امكانيه ان انت تقف تتفرج على اللقطه من كل زوايا الملعب ومن كل النقاط اللي بيتعامل معاها الفار علشان تقدر تاخد القرار. تمام. وممكن تقعد دقيقه او اثنين وثلاثه وما عندكش وقت محدد عشان تاخد القرار. ايوه. طب حضرتك لما بيحصل مشكله في الملعب في احراز هدف او ضربه جزاء مشكوك فيها وبتقف وبتستنى الحكام اللي في غرفه الفار ان هم يقولوا لك ايه الوضع بالظبط، هو ليه حضرتك ما بتروحش انت تشوف بنفسك علشان انت حكم الساحه وانت اللي تاخد القرار؟ يعني برضو احنا عايزين، هل القرار بتاع الحكم اللي في غرفه الفار ولا الحكم اللي في الساحه في الملعب؟ احنا دلوقتي مش عارفين. هو المفروض ان حكم الفار بيقول لحكم الساحه تعالى راجع قرارك، وحكم الساحه ياخد قراره الجديد او يواصل الاستمرار يعني في قراره اللي خده في بس لما يكون في حاجه زي مثلا مش هقول لك فرقتنا امبارح، يعني في مباراه في احدى الفرق، مباراه سموحه وبيراميدز، ايوه، الكوره دخلت المرمى بحارس المرمى جوه، والكل الدنيا شافت ان الكوره دي ضرب يعني هدف، والحكم ما راحش برضه يشوف الفار. طب هو الفكره الفار معمول عشان العداله التحكيميه علشان يساعد الحكم، الفار ده يعني تقنيه جديده أيوة. احنا لازم نستفيد بيها والحكم لازم يستفيد بيها في ان هو يحقق العداله لكل الفرق. ما انا بتكلمش عن الزمالك بس. أيوة. انا ما بتكلمش عن الزمالك بس. هو هل تتخيل يا كابتن هاني ان كل الفرق بتشتكي من موضوع عدم استعمال الفار وعدم استعمال تقنيه الفار في كل المباريات دلوقتي؟ يعني انا هقول لحضرتك، على انا اتكلم عن نفسي دلوقتي، هسيب بقى الانديه كلها، اتكلم على نفسي امبارح. ايوه. انت في هدف لغيته ليا بعد احرازه الفار. لا، ورحت شفت الفار وخدت قرارك. ايوه. احنا ما اعترضناش على الوضع. أيوة. تمام، انت رحت بصيت بنفسك وشفت ان كان في فاول لابد ان كان يحتسب قبل الهدف، وخلاص كلنا صدقنا على كلامك ومفيش اي اعتراض ولا من لاعب ولا من جهاز فني بره. تمام. طب حضرتك لما في كوره جت في ايد لاعب من لاعبي اسوان، طب روح حضرتك شوفها اذا كان هي متعمده او غير متعمده وخد القرار برضو زي ما انت عايز. أيوة. لكن ان انت ما تروحش خالص، ما طب ملهاش معنى. لما يبقى في ضربه جزاء احنا من وجهه نظرنا شايفين ان عرقله امام عاشور داخل منطقه الجزاء وقدام عينيك انت شايفها، طب لما يكون في اعتراض من الفرق روح بص على الفار برضه، ما هو موجود عشان كده. يعني التقنيه دي موجوده علشان انت تحقق العداله لو انت ما شفتهاش او ما خدتش بالك منها. وفي لقطه اخرى كان فريق اسوان اتكلم بقى على لقطه للصغيري مع محمد عبد الغني في منطقه جزاء الزمالك والكابتن علي اتكلم عنها امبارح. روح شوفها برضه، روح شوفها. مفهوم. علاء عبد العال قال على الكوره بتاعت امام عاشور هي ضربه جزاء. لا هو ما قالش بصراحه عشان بس او ما قالش اقول لك، لان الناس يعني فرصه اقول، لان الناس خدت كلامه معايا امبارح وقالوا ان هو قال كده، لكن هو ما قالش كده معايا خالص. طيب خلاص انا بعتذر على كده، بس هو حضرتك هو كل الناس قالت ان الكره دي ضربه جزاء. انت تمام. في الكلام كله من الجهاز الفني واللاعبين جوه الملعب بيقولوا لك روح شوفها، طب روح شوفها، ايه المشكله؟ انت مفهوم. مش هتاخد منك دقيقه؟ طب ما انت لغيت لي هدف وانا كنت خلاص وافقت عليه ان انت في قرارك وخلاص في اول 3 دقائق. الزمالك نفسه طلع بيان يا كابتن اشرف، مش بس على مستوى فريق الكره او اداره فريق الكره، لكن اداره النادي نفسها طلعت بيان اتكلمت فيه على انه في اخطاء بتحصل وانه احنا تضررنا من القرارات النهارده، واتكلموا فيها كمان على القصه الاخرى اللي هي بتاعت تخفيف العقوبات في اشاره الى قصه محمود وادي ومحمد الشناوي.
هل يعني شايف ازاي الخطوه دي اتخذها من جانب مجلس الاداره كبيان رسمي بيصدر داخل في خصوص اتحاد الكوره؟ هو البيان ده بيقول احنا البيان طالع بشكل محترم جدا، مظبوط. يعني في جزء منه اعتراض على الوضع اللي موجود في كل الاحوال بالنسبه لموضوع الفار او الامور اللي بتحصل بشكل في تحكيميه، امور ايوه. تحكيميه. الوضع الثاني في اتخاذ قرار والرجوع فيه بعد اتخاذ قرار بايقاف لاعب وبعدين الرجوع فيه مره ثانيه بتقليل الـ المدة أو العدد المباريات. فطبعا ايوه دي أمور كلها برضو يعني هي مش مفهومة، هل اللوائح بتقول كده ولا مش بتقول؟ يعني برضو احنا لو عايزين كابتن هاني، الموضوع بتاع الفار بقى مشكلة كبيرة جدا. هو أنت ليه مش بتستفيد بيه وليه مش بتحقق بيه العدالة التحكيمية اللي هي وفرت لك فرصة كبيرة جدا ايوه إن أنت لم لو غلطت أو بدون قصد داخل الملعب وما شفتش لعبة، انت ليك الامكانية ان انت تروح تبص عليها وتاخد وقتك براحتك خالص. طيب. وحصل في المباراة بتاعتنا، ما انت لغيت لي هدف ولكن ما قدرتش ان انت ترجع للفار مرة تانية في كورتين مشكوك فيهم بنسبة كبيرة جدا من وجهة نظري يعني. مفهوم. طيب لو قلت لك خبر كنت هقوله كمان شويه، لكن بمناسبه ان حضرتك معايا اقوله لك واسمع تعليقك، انه لجنه الحكام النهارده في قرار غير معلن ومش هيعلن لان هي بتبقى قراراتها داخليه، تم ايقاف حكم الساحه وحكم الفار لمده جولتين، ما بين جولتين لثلاث جولات، بسبب تمام اعترافهم بانه كان في بعض القرارات اللي كانت خاطئه ولم ينصح فيها حكم الفار حكم الساحه بانه يجي يبص. هيبقى ايه راي حضرتك او تعليقك؟ طيب ماشي بقى، يعني ايه الاستفادة اللي راجع على نادي الزمالك دلوقتي في خسارته نقطتين؟ كان من ممكن ان هم يعني يرفعوا من شأن نادي الزمالك في المكانة في الجدول الدوري، وتدي الروح المعنوية بالنسبة للعيبة هتبقى مختلفة، ان انت ماشي في انتصارات في الفترة الأخيرة بشكل كويس جدا، بتأدي بشكل كويس جدا. الاستفادة على يعني كل الأندية برضو بتعاني من الموضوع ده، حتى لو في مثلا برضو اللي هي حاجه قريبه بالنسبه لمباراه سموحه وبيراميدز، الهدف الكره اللي دخلت وتعدت خط المرمى ولم تحتسب، دي انا كان ما اقدرش ممكن اكذب ان هي عدت، لكن حضرتك بتقولها بشكل جازم شويه. طبعا لا هي باينه، كانت باينه يعني. انا دلوقتي هقول لحضرتك على ممكن تكون عدت وممكن تكون ما عدتش، صح؟ فالفار هو اللي كان يقول لنا، متفق بس تمام. ما هو ده اللي بيحكم دلوقتي، وبيدي فرصه كبيره للحكم ان فعلا يحكم بشكل صحيح 100% اذا ايوه. كانت تحتسب او لا تحتسب. فاحنا اذا كانت التقنيه دي هتفضل موجوده عندنا ايوه. يبقى لازم ان احنا نستعملها بشكل كويس، ولازم ان احنا عايزين دلوقتي الدنيا تتوضح لنا. اللي بيقدر اللي بيحسب الكرات دي، هل اللي داخل غرفه الفار ولا حكم الساحه؟ بس احنا عايزين نعرف تمام. بس الامور دي، انا مش عاوز افتي فيها. بس انا دلوقتي انا ما استفدتش، انا يعني انا كان في ضرر واقع عليا بخسارتي النقطتين، انا كنت في من حقي ان انا اسعى ليهم، تمام. ومن كانوا اقرب حاجه ان انا ممكن اكون احصل عليهم، لان كانت هتفرق معايا في سباق الصداره يعني. تمام. غير القرارات التحكيميه، البعض اتكلم على يمكن تغير او تاخر التغييرات شويه، ان كان ممكن الفريق يزود او يبدر التغييرات في رجاني ساسي مثلا، وبالتالي كان ممكن الفريق يعرف يعني يفك تكتلات اسوان شويه. هل ليك تعليق على النقطه دي؟ لا طبعا دي امور فنيه ترجع للمدير الفني تمام وهي تحترم وهو اللي يقدر يرد تمام عليها، انا مش هقدر ارد عليها. ممتاز. فيما يخص مصطفى محمد، كلام دلوقتي انه في عرض وصل بالفعل الى نادي الزمالك من جلاتا سراي المره دي، بيطلب فيه استعاره مصطفى محمد لمده سنه ونص، قابله للتحول الى بيع في نهايه السنه والنص. هل وصل الموضوع لعلم حضرتك، وهل في قرار من جانبكم في الايام اللي جايه؟ لا هو ما فيش اصلا عرض وصل من ثلاثة اسرائيل في اليومين اللي فاتوا، ده الكلام ده كان من حوالي شهر بالضبط في الوقت اللي كان فيه سانت تيان، كانوا بيحاولوا يكون فيه تفاوض بيننا وبينهم، تمام. ولم يحدث تفاوض او عرض رسمي يوصل من ثلاثة اسرائيل في الفتره الاخيره. تمام. ماذا اذا حصل ده في الايام اللي جايه؟ هل لسه سايبين الموضوع طبقا للاستفاده الماديه اللي ممكن تحققوها، ولا الموضوع مقفول؟ لا الموضوع كله ده عند مجلس الإدارة، يعني مجلس الإدارة هو ليه القرار الأول والأخير في اتخاذه في الفترة اللي جاية. وانا يعني احنا مش عاوز اقول لك الموضوع مقفول او مطروح للبحث مرة تانية، المدة قصيرة جدا، اعتقد ان اليومين الثلاثة اللي جايين
هيتعرف كل حاجه لو في فعلا، لكن انا بقول لك دلوقتي ما فيش اي تمام. عروض جت في الفتره الاخيره لمصطفى محمد. طيب بغض النظر مشي او كمل مصطفى محمد، هل في مهاجم جديد ممكن نشوفه في الزمالك الايام اللي جايه؟ هي المشكله كلها كابتن هاني، ولازم الناس كلها تعرف احنا عندنا مشكله ماديه بتقابلنا. يعني طبعا احنا كنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، ايوه في مستحقات لاعبتنا اللي هي 25% كان المفروض تدفع في الفتره اللي احنا فيها يعني لغايه اخر الشهر دوت، ايوه ودخل علينا مستحقات شهريه اللي هي شهر برضو يناير. اعتقد ان الاحق ان هو يتم توفير الفلوس دي للمجموعه اللي موجوده، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده ان المفروض ان احنا عندنا الفريق نادي الزمالك فريق كبير، وعندنا في كل مركز اكتر من لاعب، فاعتقد ان موضوع ان تدعيم في تمام الملاعبين في التوقيت ده هتبقى فيها صعوبه جدا ماديا تمام على نادي الزمالك. تقارير اتكلمت على الجانب الاخر بقى ان الاسماعيلي عايز حميد احداد، عايز عمر السعيد، عايز احمد عيد، عايز محمد عبد السلام. هل في احتمال انتقالهم او انتقال واحد او اتنين او تلاته منهم للاسماعيلي الايام اللي جايه؟ هو برضو مشكلة طبعا احنا يعني نتمنى ان احنا نكون مساندين لنادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي طبعا نادي كبير واحنا كلنا بنحب نادي الاسماعيلي ونتمنى مساندته، دي طبعا ترجع لرؤية المدير الفني للوضع دوت وعدم ايوه واحتياجه للاعبين او عدم احتياجه في التوقيت ده. تمام. بس اللي انا اعرفه ان هو وكنا اتكلمنا فيه مع بعض انا وهو اكتر من مرة ان كل اللاعبين اللي موجودين حاليا هو في احتياج ليهم، تمام. واحنا عندنا الموضوع البطولة الافريقية والدوري، وربنا يبعد عن الناس كلها الشر المرض المنتشر الرهيب اللي احنا فيه اللي بياخد كل اي واحد قدامه يعني، فطبعا مشكلة كبيرة ممكن تقابلنا. ايوه اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب شوية يعني. يبقى صعب اي لاعب انه ينتقل في الايام اللي جايه، ولا على الاقل ممكن تقول اسماء معينه مستحيل لا تمشي؟ هو بص هقول لك بكل امانه، هو ايوه كان اتعرض قبل كده او اتطلب قبل كده محمد عبد السلام ايوه واحمد عيد تمام ومصر باتشيكو، انا عرضت عليه وهو رفض، قال لا انا في احتياج تمام للاعبين في الوقت الحالي، بكره انا برضه هبقى اقعد معاه ولو في تمام اي حاجه طبعا هيتم طرحها تمام للناس كلها. الكاف قال ان الزمالك لاعبه مصطفى محمد موقوف مش ماتشين بل اربعه بعد احداث ماتش الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. قال ان مصطفى قضى منهم اتنين اللي هما ما تلعبوش بتوع جزال تشادي، وفي اتنين من دور المجموعات هيقضي فيهم العقوبه الجديده. الزمالك المفروض ان انتوا عملتوا التماس، فايه اللي منتظرين؟ عملنا استئناف الاستئناف علشان نقدر نقول حيثيات الاستئناف ايه، وده اللي هيتبعت خلاص في خلال احنا بعتنا قبل كده الاستئناف، وبعد ايوه بكره او بعده هيوصل للاتحاد الافريقي الطلب يعني. بتطلبوا ايه؟ ان العقوبه يكتفي احنا باتنين؟ عايزين احنا عايزين الاربع مباريات دي منهم اتنين تم فيهم انسحاب الفريق التشادي، فبرضه عايزين احنا بنطلب كده وهنشوف الامور هتوصل لايه يعني، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل عدد كده المباريات ان يعني شاء هما الله. الاربعه دول المفروض بدايه من دور المجموعات اربع ماتشات باعتبار ان طبعا ده اتنين محسوب فيهم، المحسوب فيهم المباراتين الانسحاب. انتوا عايزين يتحسبوا هما مش حاسبينهم. بالظبط يعني في اربع بالظبط. ماتشات من دور المجموعات لو ما قبلش الالتماس هيجيب طبعا عنه مصطفى. اللي هم اهم طبعا من اهم المباريات اللي احنا نلعبها يعني طبعا المولوديه والجنت والترجي. يعني قصه طبعا، والترجي رايح طبعا جاي يعني اول اربع ماتشات في المجموعه، عشان كده انتوا عايزين اعتبار ماتش جزل الشادي اتلعب والزمالك غاب عنه فيهم مصطفى محمد. بالظبط بالظبط تمام كده طيب مفهوم. وانا بشكرك كابتن اشرف على وجودك معايا، لكن قبل ما اختم معاك، باشيكو نفسه بقى بما اننا اتكلمنا على اللعيبه، هل باشيكو نفسه في عروض جايه له ان هو ينتقل لاي نادي اخر في الصين تحديدا زي ما اتقال؟ لا 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 باتشيكو اعتقد ان هو مبسوط جدا وعنده حاله من الاستقرار كبيره جدا، وانا سالت السؤال ده وهو سؤال غريب يعني من المواقع كانوا سالوني، لكن باتشيكو بيمر بحاله جيده جدا مع نادي الزمالك، اعتقد الناس كلها شايفه ده، فمش من المنطقي ان هو يسيب النادي في التوقيت اللي زي ده يعني. تمام بشكرك جدا كابتن اشرف قاسم نجم الكره المصريه والمشرف على فريق الكره في نادي الزمالك، اتكلم فيها في بعض النقاط اللي ربما تكون بتشغل بال الزملكاويه بما فيهم مصطفى محمد بقى هينتقل ولا مش هينتقل. لكن الاكيد ان جلاتا سراي اذا لم يكن العرض حتى الان رسميا فمتوقع ان يكون رسميا خلال الايام اللي جايه، فهل الزمالك هيبت في الامر بالموافقه او الرفض؟ التلميح من الكابتن اشرف انه لا، لكن بمناقشه مجلس الاداره بقى بالجدل بالكلام بالراي الايام اللي جايه هل تشهد جديدا
بخصوص مصطفى محمد، ولا القصة فعلا مقفولة ومصطفى مكمل لنهاية الموسم بإذن الله. طيب، حكم مباراة الأمس الكابتن محمد يوسف وحكم الفار الكابتن مصطفى مدحت، الاثنين النهارده لجنة الحكام قررت إيقافهما باعتبار ان هما الاثنين أخطأا سواء داخل الملعب او على مستوى عدم الاستدعاء من حكم الفار لحكم الساحة بخصوص القرارات اللي أهمها من وجهة نظر لجنة الحكام النهارده هي لقطة إمام عاشور اللي لم يحصل فيها على ضربة جزاء طالب بها لاعبو الزمالك ولم يحتسبها حكم المباراة. طيب، على أي حال اتحاد الكرة بفكركم إنه امبارح كان قال نقطة، طلع بيان قال فيها يعني لو سمحتم كفاية هجوم مبرر أحيانا وغير مبرر في أوقات أخرى على اللجنة نفسها وعلى الحكام اللي يعتبروا هم الأعرق والأفضل على مستوى القارة الإفريقية. لكن في هذا السياق واستكمالا لكلام الكابتن أشرف قاسم، نقطة مهمة جدا وهي نقطة المهندس أحمد مجاهد، قال نقطة من أيام مهمة لكن عدم تحولها إلى لائحة هي النقطة اللي ممكن تبقى واقعة في النص، إنه قال إن إحنا لازم نستفيد باللاعبين فنحاول على قد ما نقدر إن العقوبات على مستوى الإيقافات تقل لكن الغرامات هي اللي تزيد. فمثلا قصة محمود وادي اللي هي كان فيها سب في التقرير وكان فيها بطاقة حمراء وكان فيها لائحة 8 ماتشات بقت 4 ماتشات، فليه؟ خلاص نخليها 4 ونزود الفلوس فبقت الغرامة أعلى. محمد الشناوي كانوا 4 وبقى 1 ونزود الغرامة من 20 ل 50,000 جنيه. طيب، خلينا نعتبر ان ده هيبقى منهج نمشي عليه الفتره اللي جايه، لكن ده لازم يبقى بورق، لازم يبقى بلايحه تتبعت لكل الانديه، مش طبقا لل يعني النهارده اللاعب ده عمل كده فما فيش لايحه قدامنا، لانه خلاص لازم ننسى من دلوقتي اللايحه بتاعت اول السيزون اللي هي بتاعت الثمان ماتشات والاربع ماتشات، لان هي كان قدامنا حالتين واتلغوا. فلازم اللي جاي ده الكلام ده لو هيطبق ما عنديش مشكله، بس يبقى معروف ان الايقافات قد ايه، قللها عادي بس يبقى معرفنا قد ايه، والفلوس قد ايه برضو عشان تبقى الناس عارفه، تبقى في دليل استرشادي نحتكم اليه في حالات ما يبقاش الموضوع خاضع للاراء، لان دي حاجات مش باراء، دي حاجات بقرارات طبقا للوائح بنمشي عليها. طيب، فيما يخص النادي الاهلي النهارده، الاهلي فاجأ المتابعين وجمهور الاهلي تحديدا مفاجاه ساره، لانك ممكن تكون ما كنتش مستنيها، اما لان ما فيش حد اعلن عنها الايام اللي فاتت او لانه الذكريات السابقه بتقول ان الاهلي كان بيتاخر سابقا في التمديد للاعبيه، بل ووضع الاهلي في مازق بخصوص بعض اللاعبين اللي عقودهم بتنتهي زي حسام عاشور زي احمد فتحي زي عبد الله السعيد قبل كده ووليد سليمان. وليد سليمان خلص بهدوء عادي، لكن قصه الجدل وهيروح ولا مش هيروح، مضى ولا ما مضاش، راح الزمالك ولا ما راحش، بيراميدز عايزه ولا مش عايزه. فالنهارده قبل انتهاء عقد اليو ديانج وحمدي فتحي بفتره طويله زي محمد شريف وزي عمرو السوليه، الاثنين مددوا التعاقد لخمس سنوات مقبله، في مفاجاه ساره جدا اكيد تدي للاهلاويه نظره تفاؤل باللي جاي، ان احنا مش هنتحط في صداع اللاعب ده في اغراءات ماديه جايه له ولا مش جايه له، كده كده معانا عقده ونطلب بقى زي ما نطلب او نقعده زي ما نقعده. اليو ديانج وحمدي فتحي خط وسط الاهلي في امان ربما في السنوات الخمس المقبله مع تدعيمات محتمله. في خبر رسمي اعلنه الاهلي بالتمديد للاعب المالي الشاب اليو ديانج اللي بيسمى بالدبابه ليستمر مع الاهلي من جديد. اما حمدي فتحي فهو الاخر القادم من امبي بيستمر لخمس سنوات مقبله. ادى هذا التمديد الى تعديلات في تعاقد الثنائي المصري والمالي، فمثلا في تعديل مالي في عقد ديانج من 500,000 دولار سنويا الى عقد متصاعد يبدا من الموسم ده، يعني مش هنبدا من اللي جاي، من ده. بقت ازاي؟ السنه دي هياخد 700,000 دولار، السنه اللي بعدها 800,000 دولار، السنه اللي بعدها 900,000 دولار، السنه اللي بعدها مليون دولار، واخيرا يختتم مواسمه الخمسه اللي ممكن تمتد من جديد الى مليون و50,000 دولار. ديانج قبل التوقيع طلب انه طيب لو جالي عرض اوروبي يعني كبير في السنوات اللي جايه اسمحوا لي بالرحيل، لكن دي يعني مجرد طلب شفهي قاله للكابتن محمود الخطيب لم يتم تحويله الى بند، مجرد رغبه قالها لمجلس اداره الاهلي قبل ما يوقع. حمدي فتحي على جانب اخر عدل عقده من 3 ملايين جنيه الى فئه ثانيه بواقع 8 مليون جنيه وزياده سنويه نص مليون جنيه في الموسم من المواسم الخمسه، في قرار مهم جدا ومفاجأة سارة عملها الأهلي النهاردة لجماهيره. نرجع بقى لكرة اليد والفرحة اللي حاصلة انتظارا لفرحة مقبلة يوم الأربعاء قد تكون أكبر كثيرا وهي التأهل إلى نصف النهائي، لكن
اصطدام بمنتخب الدنمارك بطل العالم، فكيف نواجه هذا المنتخب؟ الأول نحتفل باللي عملناه النهارده مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. باشمهندس هشام أهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا كابتن هاني، اهلا مبروك بيك. مليون مبروك التأهل لربع نهائي بطولة العالم. الحمد لله، مبروك للشعب المصري كله، والحمد لله كرة اليد دايما على الوعد مع الجماهير المصرية. الحمد لله كان توفيق من ربنا رغم الحمد لله. البداية الصعبة للمباراة والضغط العصبي اللي كان على اللاعبين، لكن الحمد لله قدرنا نرجع تاني للمباراة وكتب لنا نتيجة كويسة الحمد لله نصعد بيها عشان نبقى من الثمانية الكبار في كرة اليد في العالم. الحمد لله. ليه الصعوبة كانت النهاردة؟ سؤال فني تماما، ليه البداية الصعبة لينا قبل ما نتدارك الأمور في الشوط الثاني؟ حضرتك حط نفسك مكان اللاعبين مع أنا آسف يعني فترة إعداد كانت ضعيفة جدا أو تقريبا مش موجودة، مفيش احتكاك، مفيش أداء على مستوى عالي نعلى بمستوى الفريق. بتلعب من غير جماهير، مطلوب منك تحقيق نتيجة. أكيد كل الحاجات دي بتبقى أمور وضغط عصبي على اللاعبين عشان يحققوا النتيجة المطلوبة منهم. فالبداية بصراحة كانت متوترة وكان واضح جدا على اللاعبين. لكن العودة أهم. يعني إن أنت ترجع للمباراة تاني من بعد فرق 4 أهداف وخمس أهداف، لكن بإصرار اللعيبه والحمد لله توفيق برضه من المدرب الأسباني، قدر برضه إن هو يوقف الفرقه على رجلها تاني ونرجع المباراه ونكسب. كان نفسي أنا شخصيا المباراه تنتهي بالفوز، على الرغم من سواء الفوز مش أو فارق، مش فارق بالظبط، كده لكن كده السويد نفسيا أول وكده كده إحنا تاني بعد نتيجة الفوز بتاع السويد. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط. طيب احنا الماتش اللي جاي بسبب ان احنا بقينا تاني والسويد كسبوا النهارده روسيا 34 20 نتيجه كبيره، هنلاعب الدنمارك يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الساعه 7 مساء. الناس ما بين الطموح بيزيد بعد التقدم خطوه خطوه، ما بين انه خلينا واقعيين يا جماعه ده الدنمارك. ماذا يقول المهندس هشام نصر نفسه على المباراه دي فنيا، وكيف نحقق الطموح بالتاهل لنصف النهائي؟ رايي الشخصي ان طبعا الدنمارك هي الدنمارك، بطل العالم، أحسن حارس مرمى في العالم، أحسن لاعب في العالم، فرقة حاجة مستوى رائع، الاحتياطي زي الأساسي، فرقة مستواها عالي جدا. لكن لما اللعيبة بتاعتنا بتبقى في مستواها وفي يومها، أنا عايز أقول لحضرتك إن كأس العالم السابق لعبنا الدنمارك في الدنمارك قدام أكتر من 20,000 متفرج وخسرنا بصعوبة فوق ما تتخيل. يعني المدرب اتبع معانا في اخر حوالي 6 7 دقائق، طريقه لعب كانت لسه جديده، انه يعني بيلعب بسبعه مهاجمين على السته المدافعين بتوعنا، لحد ما قدر يعدي بالمباراه. فعملنا مباراه قويه جدا. اتمنى ان الولاد يلحقوا يمروا بقى بمرحله استشفاء الفتره الجايه دي ويلعبوا بدون ضغط عصبي. يا رب نطلع بمباراه كويس، مين عارف، باذن مين الله، عارف، مين عارف فعلا، لانه خلاص احنا دلوقتي في القصه نفسها، فما فيش مجال الا ان احنا نحاول وربما تحصل ان شاء الله. بالظبط كده، واحنا بالظبط. اتعودنا زي ما ذكرت ان الفرحه جايه من كره اليد، فليه لا، ليه ما نطمحش ان احنا نفرح مره تانية يوم الاربعاء وتبقى فرحه اكبر بكتير كمان من فرحه النهارده. يا رب ادعوا لنا يا رب، وبتوفيق من ربنا. بندعي. وبشكر كابتن الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بعت لنا مسج اكثر من رائعه، بتدل على منظومه أنا فخور بيها، منظومة الاتحاد المصري لكرة اليد، وبشكره على متابعته. على مجرد ما نوصل لدور الثمانية يبعت لنا تهنئة، فأنا بشكر سيادته، يعني حاجة عظيمة جدا منه. وأنا يعني بضم صوتي لصوتك وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أقرأ بالظبط البيان اللي كتبه السيد الرئيس في صفحاته الرسمية: أهنئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. فرسالة مهمة جدا، وأعتقد ممكن يكون لها مفعول كبير كمان على اللعيبة وعليكم باشمهندس هشام. أكيد يا فندم، أكيد. يعني وحضور كمان معالي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، فيه اهتمام غير عادي بكرة اليد. والحمد لله أعتقد إحنا عند
حسن الظن، ويعني بشكر كل الناس اللي حنت كرة اليد المصرية، وإلى مزيد من التقدم إن شاء بإذن الله. الله. سؤال بقى أخير، ومش سؤال فني ولا إداري، أو ممكن يكون إداري شوية. هل التيشيرتات الكتيرة اللي اتقطعت النهاردة من لاعبتنا بسبب قوة لاعيبة سلوفينيا بدنيا، ولا لأي مشكلة في التيشيرتات نفسها؟ حقول الاثنين. اتفضل. وكمان اعتقد ان كان المفروض الحكم في كذا لقطه كده كان لازم ياخد قرار الجذب من التيشيرت ده، بس برضو التيشيرت كان لازم يستحمل، احنا بنلعب كره يد فاكيد فيها عمق شويه، فالاثنين موجودين في الموضوع ده. بحييك على صراحتك وعلى وضوحك، وده المعتاد منك. شكرا ليك باشمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومبروك مرة تانية، مبروك لنا كلنا، افرحوا، لأنه الفرحة دايما متعودين عليها، بنستنى بطولات كبيرة لكرة اليد علشان نفرح، وعشان كلنا نتجمع على هدف رياضي واحد، وهو إنه نعدي مرحلة ونخش على اللي بعدها. إن شاء الله يا رب نفرح يوم الأربعاء، لو مش بالفوز فبأداء رجولي يجمعنا كلنا ويفرحنا كلنا. هنتكلم عن الهاند بول النهارده، وعن مباراه النهارده، وعن اللقاء بتاع يوم الاربعاء الساعه 7 مساء مع الكابتن رامي يوسف، ومع الكابتن محمد ابراهيم، نجمي كره اليد المصريه، خلال دقائق باذن الله. لكن بعد الفاصل معانا اخبار كتيره مهمه هنتكلم عنها، عن الدوري المصري اللي النهارده فيه نتائج وفيه احداث مثيره كالعاده زي ما تعودنا بعد الفاصل. انما قبل الفاصل، صفحتنا على الفيسبوك وصفحاتنا المختلفه فيها سؤال: هل ينجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل للمربع الذهبي؟ ابعت لنا على صفحاتنا وعلى رقم الرسائل القصيرة 2320. جمهور الكرة المصرية وجمهور كرة اليد المصرية والمصريين المحبين أو المتابعين وغير المتابعين لكرة اليد لازم يكون لهم رأي النهاردة وهم بيتفرجوا على كرة اليد. والله يا مصريين، الله يا أبناء النيل، تعالوا نشوف رأي الناس ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل معاكم. جاي لك يا بطولة بلد الرجولة، قلناها أولى ملايين في صفوة حبت نادي. تحيا مصر يا مصر، حب في قلبي حالف برد. تابعت النهارده مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا في كأس العالم كرة اليد؟ كان ماتش صعب جدا، تابعته إزاي وإيه رأيك؟ والله الحمد لله على الصعود، طبعا طبعا كنا نتمنى إنها تكمل بالفوز، بس الحمد لله طالما التعادل بيأهلنا يعني ده المهم، إن إحنا تأهلنا الحمد لله، فالحمد لله يعني على الصعود. لا ولا ده كان كويس الصراحة، وكان في رد، المنتخبين بيردوا على بعض، وعلي زين كان عامل ماتش كويس، والحارس بتاعهم يعني كان بيصد، يعني بيصد كتير قوي يعني. مبسوط عشان الصعود؟ أكيد طبعا مبسوط. تعمل حاجة إن شاء الله في كأس العالم السنة دي يعني، حاسس إن إحنا لا لا المنتخب كويس قوي يعني، واللعيبة بسم الله ما شاء الله عليها، فإن شاء الله يعني إن شاء الله البطولة بتاعتنا يعني إن شاء الله. إحنا سعداء جدا طبعا إن مصر كسبت، وده شيء جميل جدا، حاجة تجمعنا من تاني بعد أزمة كورونا. طبعا إحنا طبعا كل واحد بقى بيفكر إزاي في الإجراءات الاحترازية، لكن ده شيء جمعنا تاني. لا مصر طبعا لعبت ماتش كويس جدا، وان شاء الله ربنا يوفق بقى في اللي جاي يعني، يستمروا بالاداء ده وان شاء الله يتاهلوا يعني الادوار المتقدمه. اكيد طبعا كان نفسنا نفوز، حاجه فخر لينا طبعا. الحمد لله اللي احنا وصلنا، وكنا خسرانين وتقدمنا، والحمد لله هم عندهم روح كويسه، وان شاء الله نكمل بعد دور الثمانيه. والله نقول الف مبروك لمنتخب مصر، كعمل مباراه مشرفه، ولكن عيب على الفرقه في بعض في نقطه واحد، لما كان الفرق هدف او هدفين، في بحس استهتار في الكور الاخيره، كان ممكن ينهي المباراه بهدف او هدفين، كان لازم لعيبه تكون اكثر حرص على الكوره ما يفقدوهاش، بحيث ابقى متقدم بفرق جون او اتنين. مبروك الصعود لمصر، كان ماتش كويس جدا، كنا متاخرين في الاول والحمد لله عدلنا وكسبنا الحمد لله، كانوا رجاله الحمد لله. اهلا بيكم مره تانية. النهارده في الدوري كان عندنا مباراتين، وفي المباراتين كان هناك فائز وخاسر بالتالي، لانه في مباراه الجونه مع وادي دجله انتصار بيعود به فريق الجونه للانتصارات بعد الخساره امام الزمالك، كانت خسارته الاولى هذا الموسم، كسب 2-0 على ملعبه وادي دجله. اما ام بي ففي مباراه شهدت اول هاتريك هذا الموسم، فاز ام بي للمباراه الثالثه على التوالي على البنك الاهلي بنتيجه 3-2. نمسك المباراه الاولانيه، الهاتريك ده سجله اوكوي، اللاعب اللي سجل بالهاتريك بتاعه النهارده في الدوري حتى الان 4 اهداف، كان مسجل في مرمى سيراميكا كليوباترا هدفا، والنهارده مسجل في مرمى البنك الاهلي هاتريك، الهاتريك الاول في الدوري السنه دي،
وبالتالي بقى ضمن الهدافين بتوع الدوري اللي هم بيشملوا حسام حسن وكهربا ورمضان صبحي ومحمد شريف بقائمة الأهداف الأربعة في الدوري حتى الآن، وأحمد سمير كمان عشان ما أنساهوش. لكن المباراة مباراة إمبي مع البنك الأهلي التلات أهداف حلوة، والحقيقة أن الفريق كمان عرف أنه هو في الوقت اللي المباراة رايحة جاية وكانت 1-1 عرف أنه يسجل التاني والتالت. لكن إيه جمال، إيه جمال وحلاوة الأسيست بتاع الجول التاني اللي سجله النهاردة إمبي ده. كرة حلوة جدا جدا جدا، باس ممتاز اتلعبت الكرة يعني بينية من لمسة واحدة كده، اتعملت انفراد لأوكوي علشان يسجل بيها إمبي الهدف التاني قبل ما يسجل الهدف التالت، وبعد كده ينزل كريم بامبو في أول مشاركة ليه مع فريقه الجديد البنك الأهلي، نزل مكان فادي فريد اللي كان مسجل هدف فريقه الوحيد، فسجل بامبو الهدف التاني لفريق البنك الأهلي، فانتهت المباراة بالفوز لإمبي 3-1 3-2. تعالوا نستعرض تشكيلين مع حضراتكم، أعتقد جاهزين، يلا بينا. البنك الأهلي بدأ المباراة بمحمد الزنفري ومحمد كوفي ومحمد مجدي في خط الدفاع، بهاء مجدي وأسامة إبراهيم، معروف يوسف واستريلا ومحمد حامد في نص الملعب، محمد بسيوني وفادي فريد وأحمد علي في الهجوم. أما تشكيلة الكابتن حلمي طولان فبدأت بمحمود جاد في حراسة المرمى، رامي صبري وأسامة جلال وعلي فوزي ومصطفى عادل، قدامهم مصطفى شلبي، صلاح ريكو، أحمد العجوز، عبد الرحمن عامر، جون إيبوكا اللي هو أوكوي، ودينو بيتر. دي تشكيلة إمبي. طيب بالكلام عن أسامة جلال، الحمد لله على السلامة، رجع مرة تانية للمشاركة في المباريات. أسامة جلال قصته مع الزمالك انتهت، قصة مفاوضات إمبي مع الزمالك بخصوص أسامة جلال انتهت من أيام قليلة. انتهت على إيه؟ اللاعب زي ما انتم شايفين رجع للمشاركة في المباريات، اللاعب اقتنع تماما انه خلاص انا عايز اركز وكده كده عقدي هكمله مع الفريق وعايز اظهر، وما دام باخد دقايق لعب فده اللي انا محتاجه الفتره دي، مش محتاج فكره زمالك ولا اي نادي قد ما انا محتاج العب. فإمبي بالنسبه لي موفر لي ده، عايز العب عشان الاولمبياد، وبعد الاولمبياد يكون عقده قد انتهى، وبالتالي عوده للمشاركه من جديد وكده ملف اغلق. لكن انتصار ثالث لإمبي ونتائج حلوة وبطريقة لعب حلوة وعارفين إمتى يكسبوا مبارياتهم وإزاي، فمعنا على تليفون الكابتن حلمي طولان المدير الفني المخضرم لنادي إمبي. كابتن حلمي أهلا بيك، مبروك الفوز النهاردة على البنك الأهلي. أهلا بيك يا أستاذ، الله يبارك فيك. أخبارك يا كابتن، بخير؟ الحمد لله والله، الحمد لله. فوز حلو ومباراة كانت فيها يعني تاكتكس حلو ما بين الفريقين، وفي الآخر نجحتوا في حسم المباراة تحديدا بعد ما وسعتوا الفارق لهدفين. الحمد لله والله، انا بذكر لعيبتي لانهم كانوا في قمه تركيزهم ما عدا بعض اللحظات اللي تسجل فيها الاهداف، لكن بشكرهم على جهدهم طول المباراه، بيأدوا بشكل افضل الموسم الماضي بكتير جدا، والحمد لله يعني ماتش كان مهم قوي، قلنا نقله كويسه، واحنا الفريق يمكن احنا والاتحاد الفريقين اللي ناقص لنا ماتش يعني مظبوط، لاعبين ماتشات اقل من كل الدوري يعني. مظبوط، لاعبين 7 مباريات كسبتوا منهم 4، ودي يعني ده رقم حلو جدا في بدايه الدوري. الحمد لله، اكيد بيعلي طموحاتك وافكارك يا كابتن حلمي مش كده؟ والله انا يعني احنا ماشيين خطوه خطوه، كل مباراه لحالها يعني، مش مستعجلين على حاجه لان الدوري طويل جدا، اهم حاجه عندنا ان احنا نقدم كره كويسه وان احنا نكسب 3 نقاط في كل مباراه، وده ده هدفنا دلوقتي يعني. محمد المرسي، كنت لسه بتكلم النهارده على الاسيست الحلو اللي عمله ده بعد جولين كانوا حلوين برضو جابهم في ماتش وادي دجله، ففي لمسه حلوه، اللاعب يمكن بيعيد اكتشاف نفسه من خلال الكابتن حلمي طولان اللي واضح انه عارف يلعبه امتى كمان في اوقات معينه في المباريات بيخلصها يعني. تمام. عايز اتكلم معاك عنه شويه، محمد مرسي. محمد مرسي ده على فكره محمد مش من دلوقتي بس، ده انا جايبه لسموحه من زمان. مظبوط، وكان طلع اعاره لطنطا بعد انا مشيت، وبعدين جه بقى على إمبي تاني، وراح اسوان وبعدين رجعه تاني يعني السنه دي، لان محتاج النوعيه ديت. محمد لعيب كويس قوي
ولاعيب بيقدر يوصلك بشكل كويس. عمل الجول الثاني النهارده اكتر من رائع، حلوه قوي حلوه قوي بصراحه. لمسه واحده ثرو حلو قوي، لو هو باصص قدام لعبها لورا بدقه بالظبط كده كانت حلوه قوي الحقيقه. بالظبط ايوه. لعيب جيد جدا. يمكن هو كان بيزعل شويه لما جاب جولين في ماتش وبعدين ما لعبش الماتش اللي بعديه. لان كل ماتش بيبقى ليه ظروفه، وكل ماتش بيبقى ليه حساباته، وكل ماتش بيبقى ليه رجالته. مش شرط يعني محمد، انا ممكن استغله نص ساعه في كل ماتش ينزل يكسب لي وياخد هو الشو يعني، واخد بال حضرتك؟ صح. لكن مش شرط اللعيب الجيد قوي اللي زي محمد يلعب من بدايه المباراه يعني، واخد بال حضرتك؟ لان بيبقى في متطلبات ثانيه في اثناء المباراه، وتلعب فريق قوي محتاج دفاعات قويه، محتاج انك تامن دفاعاتك بشكل كويس، محتاج كل ال 11 لعيب بيقوموا بدورهم الدفاعي بشكل اكتر من جيد. فده بيبقى متطلبات ومواصفات بتحط التشكيل على اساسها. ايوه مفهوم. برضو من اللاعبين اللي بياخدوا فرص واديتهم وبيظهروا برضو في دقائق لعب تدريجيا محمد شريف حتحوت، وكان عمل ماتش حلو قوي قدام سيراميكا كليوباترا، والنهارده بيلعب في المباراه قدام البنك الاهلي. يعني اكتشاف اللاعب لانه لاعب صغير في السن، اعتقد 19 سنه اعتقد. طبعا. لا انا عندنا مجموعه جيده جدا اللعيبه. يمكن الموسم الماضي احنا كنا ملاعبين مثلا اثنين لعيبه من 2001. ايوه. عبد الله عادل وزياد. ده حضرتك الاثنين دول كانوا من 2001 ولعبوا معايا بصفه اساسيه الموسم الماضي. ايوه. السنه دي في نهايه الموسم الماضي برضو ميسي لعب معايا 19 سنه، عبد الرحمن عماد لعب معايا الموسم اللي فات معظمه 19 سنه. لا في لعيبه كتير جدا احنا بنستعين بيهم في من الناشئين، وده ده الحقيقه يحسب لقطاع الناشئين لانه شغال بشكل كويس قوي. الاداره مهتميه بيه جدا، مهتميه بالقطاع بشكل كبير، ولذلك يمكن اكتر نادي هتلاقي فيه لعيبه بيتدربوا وبيلعبوا مع الفريق الاول هو نادي انبي. انا معايا عندي 8 لعيبه من قطاع الناشئين. مظبوط. طيب كنت اعترضت او يعني اتكلمت على اداء التحكيم من فتره، ويمكن غرمت بعدها، لكن بعدها الانديه بدات تطلع بيانات. الاهلي طلع بيان، الاسماعيلي طلع بيان، الزمالك طلع بيان، الاتحاد نفسه طلع بيان، الاتحاد المصري ردا على بيانات الانديه. فشايف ازاي المشهد يا كابتن حلمي على مستوى استخدام الفار؟ انا لما اتكلمت تعقبت، لكن صح. الانديه لما طلعت بيانات ولا حد قدر يعقب. عشان البيان بيطلع مش ممضي، مش عارفين مين اللي نعاقبه، فلو عايز تقول حاجه بعد كده ابقى خلي المجلس يعني هو اللي يطلع. اجمل حاجه ان المظلوم هو اللي بيتعاقب، يعني دي حاجه جميله قوي يعني. ما شفتش انا يعني عدل بالطريقه دي بصراحه. الفار نفسه استخدامه مستني منه لسه حاجه، ولا راضي نوعا ما عن استخدامه؟ لا انا غير راضي طبعا خالص راضي. يعني خلاص نقفل على النقطه دي بالشكل ده عشان ما تتعقدش. غير راضي تماما عن اداء الفار. هو مش عارف هل يعني المفروض ان الفار ان لما يكون الموقف او اللقطه او الحدث اللي بيبقى موجود في الملعب ما ينبهش عليه الحكم، يبقى ده شيء مش كويس خالص يعني. الفار ملوش لازمه، لكن لما انا يبقى في حدث بيحصل وخطا بيحصل جوه الملعب ضروري انبه الحكم ليه، وضروري اقول له شوفه. صح. امال احنا جايبين الفار ليه؟ ده مساعد للحكم، مساعد بيشوف اكتر من الحكم. بيشوف اللقطه مره واثنين وثلاثه وبعيدها مره واثنين وثلاثه. يمكن الحكم ما يقدرش يعمل كده، الحكم ما بيدوش ان هو يعيد اللقطه. ايوه صح. لكن الفار ممكن يعيد ويزيد مرتين ثلاثه لغايه ما يتاكد وينادي الحكم يجي يشوف نفسه برضه. احنا بنشوف كده على مستوى العالم كله يعني. مظبوط. اتمنى ان يبقى استخدام الفار يبقى يعني ايه اكتر من كده شويه كمان. تمام. اخيرا الكلام بقى عن عريس اليوم على مستوى الاهداف، الهداف اوكوي
هو دينو بيتر واضح ان في تفاهم حلو على مستوى الهجوم، لكن اوكوي نفسه بالهاتريك الاول في الدوري الموسم ده، شفت ازاي اداؤه وتقييمك ليه؟ والله اكوي كان جاي متاخر. طبعا ما كانش بيتمرن في هناك في نيجيريا بشكل مستمر. كان المستوى البدني بتاعه مش عالي وجاي متاخر، فده يعني ده سبب مباشر لتاخره في الظهور بشكل كويس. ايوه، لكن لما اتعمل له برنامج وبدا يدخل فورما وبدا ياخد ماتشات، اكتسب اللياقه البدنيه بشكل كويس ولياقه المباراه بشكل كويس، اصبح دلوقتي انا سعيد طبعا انه هداف الدوري يعني الى الان، يعني باذن الله يا رب كده كل ماتش يجيب له جول واثنين وثلاثه يبقى هداف الدوري في اخر الموسم باذن الله. يعني سؤال ملوش علاقه بامبي لكن ليه علاقه بان انا عايز اسمع راي الكابتن حلمي طولان. مباراه منتظره من قبل الموسم ما يبدا، الاهلي مع بيراميدز، في ضوء كل حاجة حصلة بقى، تعاقدات وصفقات ولعيبة أهلي سابقين موجودين هنا، ومن أول ما نادي بيراميدز ظهر يعني وكل مباراة بتكون جدلية لسبب مختلف، شايف إزاي لقاء بعد بكرة الأهلي وبيراميدز برضو في ضوء المستوى اللي فيه الفريقين دلوقتي؟ لا، وأنا يعني أنا شايف فريقين قويين جدا بيضموا مجموعة من اللعيبة على مستوى عالي قوي قوي. لكن الأهلي فريق بيعرف يكسب بشكل كويس. الأهلي فريق مستقر فنيا، مستقر في استقرار بين اللعيبة وبعضها، في عدد وافر من اللعيبة الجيدة في النادي الأهلي. يمكن أنا على ما بسمع يعني إن نادي بيراميدز في بعض المشاكل بين اللعيبة وبعض، بعض المشاكل اللي اللعيبه اللي ما بتلعبش، فالامور هناك مش مستقره بشكل كافي، يعني مع ان نادي غني ونادي فيه لعيبه بتتقاضى مبالغ عاليه جدا، المفروض يبقى في استقرار بينهم وبين بعض وفي الفه وفي محبه، لكن اللي انا بسمعه من خلال السوشيال ميديا والبرامج وبتاع ان في مشاكل في نادي بيراميدز يعني، وعشان كده النتائج متاخره سنه مع نادي بيراميدز يعني، بالرغم من المصاريف الهائله واللعيبه الرائعه اللي عند نادي بيراميدز، لكن النتائج لا ترقى لمستوى اللعيبه دي ولا مستوى الصرف اللي بتصرفه نادي بيراميدز يعني. اسامه جلال خلاص مكمل مع امبي الموسم ده مش كده؟ الموسم ده والموسم اللي جاي والموسم اللي بعديه وكله. جميل. من ايام كان كلام حضرتك واضح انه ما عنديش مشكله لو عايز يمشي، فواضح انه بقى في رؤيه اختلفت او في وضع تغير. لا ما اختلفتش. لا لا لا، هو طبعا اسامه كان ليه الرغبه انه يمشي، واحنا حاولنا بشتى الطرق ان احنا نساعده في الاتجاه دوت، وهو عارف كده كويس قوي، وعارف ان احنا كنا بنساعده تماما ان هو يحصل على احتراف سواء في الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز او بره، وكناش ما كانش في اي مانع لينا ان هو يروح اي نادي من الانديه دي، هو عارف كده كويس. ايوه، لكن لما تقريبا الجانب المادي كان هو السبب المباشر لانه اسامه ما اتنقلش لنادي من الانديه دي. لما شاف ان، وانا قلت له انا سايبك لغايه اخر وقت، شوف هتروح فين وانا جاهز اساعدك انك انت تروح، ولكن من اربع خمس ايام جالي وقال لي يا كابتن خلاص انا مستقر مع حضرتك. تمام. وانا هركز. قلت له انا طبعا حاضر استيكك، ما انت مركز معايا، انت مركز في اتجاه، واخد بالك؟ أيوة. مركز في انك انت عايز تمشي، فانا احطك معايا ولا استيكك معايا طالما ان انت ذهنك مشتت وبعيد عن تفكيرك ان انت تبقى موجود معانا. فجاء لي اربع خمس ايام قال لي يا كابتن خلاص انا مستقر مع حضرتك وانا حابب اركز وانا تحت امرك. تمام. بس فركز فلعب بالعمل مباراه كويسه كمان. طبعا لحد كبير. لحد كبير بقى له فتره كبيره كان مصاب وتامة، وحتى ما شاركش مع المنتخب في الاخر. لكن الحمد لله يعني بقى كويس دلوقتي، ويدخل فورمة مباريات ولا ياخد مباريات يبقى كويس، يبقى احسن.
بشكرك جدا كابتن حلمي، ومبروك مره تانية الفوز النهارده الثالث على التوالي لفريق امبي اللي خلاه يصعد للمركز السابع 13 نقطه. لكن في فريق تاني واضح ان الموضوع مش هزار ولا صدفه، الجونه، حتى وان كان قد خسر في الجوله الماضيه امام الزمالك بهدف، فالنهارده نجح في انه يكسب فريق وادي دجله بهدفين. وتعالوا الاول نستعرض التشكيل قبل ما نتكلم في تفاصيل سريعه عن المباراه. اسلام طارق هو اللي حرس فريق الجونه على مستوى المرمى، لؤي وائل ومحمد نجيب في قلب الدفاع، محمد يكن التونسي وجوزيف جوناثان على الطرفين، اسلام رشدي ونور السيد وسيرج اكا لعبوا في نص ملعب، نور السيد سجل الهدف الثاني للجونه من ضربه جزاء، احمد حمدي بدا اساسيا من جديد فسجل لاول مره هذا الموسم، كان مجاورا لعموري وكريم الطيب في خط هجوم الجونه. اما وادي دجله اللي رحل مدربه القبرصي من ايام، فبدا بمحمد عبد المنصف في حراسه المرمى، محمود مرعي وخالد رضا في قلب الدفاع، ايهاب المباركي ويعقوبه على الطرفين، احمد مجدي ومحمد عبد العاطي واحمد سعيد في نص الملعب، قاد الهجوم صلاح امين وجاوره جورجينيو وحسام عرفات. طيب بعيدا عن ماتشات الدوري، فسريعا عايز اقول لكم ان النهارده في الاهلي كان في فقرات فنيه، وده عوده للاهلي للتدريبات بعد ما كان امبارح يوم راحه، والاهلي بدا يستعد بقى خلاص لمباراه بيراميدز، زي مباراه من ثلاث نقاط، لكن طبعا طبعا معنويا الامر مختلف عن مباريات اخرى، وبالتالي الانتصار فيها مهم جدا والخساره فيها شيء ابدا لن يكون مرغوبا، يعني حتى وان كانت الخساره بشكل عام مرفوضه داخل النادي الاهلي. لكن اتكلم النهارده بيتسو موسيماني، عمل محاضره فنيه بالفيديو واتكلم عن بعض الامور الخاصه بالمنافس اللي هو فريق بيراميدز. في مسحه اتعملت قبل انطلاق المران، وده زي ما متفقين يعني قبل 48 ساعه، وبالتالي شارك كمان بدر بنون زي ما قدام حضراتكم بعد ما غاب عن المواجهه الماضيه. وليد سليمان ادى جلسه علاج طبيعي على جانب اخر ضمن البرنامج اللي هو بيقوم بتنفيذه بعد الاصابه اللي هتبعده الايام المقبله او الشهر المقبل عن المباريات. طيب عايز اقول لكم حاجه عن بيراميدز، هي طبعا قد تكون فرصة أخيرة، قد تكون فرصة أخيرة للمدرب أروى برينا مباراة الأهلي. ليه؟ لأن برضو الموضوع بالنسبة لهم ثلاث نقاط، لكن في النهاية دي مباراة متركز معاها قوي. إحنا واثقين جدا في المدرب بتاعنا، وإنه الراجل السي في بتاعه ممتاز، بل وهو كويس كمان فنيا، لكن إحنا شايفين نتائج مش كويسة، وشايفين عدم سيطرة قوي على كل الأمور، لأنه في حاجات بتحصل بالشخط شويه، يعني بالزعيق شويه ما بيعملهاش، فهو مش مسيطر قوي على ما يبدو. فماتش الاهلي قد يكون حاسما في مصير اروى برينا المدير الفني الارجنتيني لبيراميدز. النهارده في اثنين من اللاعبين في بيراميدز، بتكلم على لا مش على علي جبر وعبد الله السعيد، اللي حصلت مشاده بينهم في الماتش اللي فات قدام سموحه، وقبلها في ماتش وادي دجله حصلت مشاده بين نفس الاثنين، لا انا كلامي على عبد الله بكري والمهدي سليمان. الاثنين النهارده نزلوا بوست، نفس البوست كوبي بيست بينزلوه على صفحتهم، انه يا جماعه الفيسبوك وانستجرام وتويتر بتوعي حاجات شخصيه، انا عندي اسره وعندي حياه، فلما اكتب حاجه ليس لها اي علاقه بالنادي المحترم اللي انا شغال فيه واقدره واحترمه بيراميدز، وبالتالي يرجى مراعاه ذلك. كتبها قلب الدفاع اللي بيشاركش وحارس المرمى اللي بيشاركش، والاثنين الحقيقه لعيبه كبار جدا. ليه كتبوها؟ علشان كتبوا مؤخرا بوستات وستوريز على الفيسبوك وعلى انستجرام وتويتر، فسرها البعض ان هي مرتبطه بنادي بيراميدز، يعني البوست اللي هو بتاع المهدي سليمان اللي قال فيه على الفيل والتعبان والحمار، فالناس ربطت ما بينه انت تقصد ايه، والبوست بتاع انما للصبر حدود بتاع عبد الله بكري، الناس برضو انت تقصد ايه. فالنهارده فاداره النادي راحت مكلمه الاثنين، لو سمحتوا ما تكتبوش حاجه، لا احنا ما نقصدش، طب ما دام ما تقصدوش قولوا ان انتوا ما تقصدوناش، ان انتوا ده اكونت شخصي ملوش علاقه بالنادي. فراحوا الاثنين كتبوا القصه علشان يعني تهدأ القصة اللي هي مشتعلة إلى حد ما، وطول ما النتائج مش حلوة هتلاقي الأمور أكثر اشتعالا داخل النادي. فيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن شوقي غريب باعتباره لاعبا في الأولمبياد من قبل، ودلوقتي مدربا في الأولمبياد إن شاء الله، فتلقى اختارا بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها، مالكش دعوة باللي اتكتب في صحيفة التايمز، الأولمبياد في ميعادها، الحكومة اليابانية بتأكد، اللجنة الأولمبية الدولية بتقول لك الأولمبياد في ميعادها، فإحنا بس بنقول لحضرتك زي ما بنقول لكل الوفود إن الأولمبياد في ميعادها بشكل طبيعي. كل يوم طبعا ممكن تجد جديدا، لكن ربما من النهاردة يعني لحد الصيف يكون اللقاح خلاص اتوزع، ومصر حتى بدأت تطبقه، فربنا يا رب يحمينا
جميعا، والقرعه تتعمل في ابريل، وعرفنا خلاص مواعيد ماتشاتنا، لكن لسه ما عرفناش هنلاعب مين. هنكون 22 و25 و28 يوليو، دي ماتشات دور المجموعات لمنتخبنا في اولمبياد طوكيو. في الاسماعيلي، الكابتن اسامه خليل عين النهارده مديرا رياضيا للنادي الاسماعيلي علشان يحط خطه لانقاذ الاسماعيلي من الوضع الحالي اللي هو فيه، اللي هو سوء النتائج واللي هو عدم القدره على استغلال اللاعبين المتاحين دلوقتي في الفريق. فممكن يحط خطه ربما تشمل ايام مقبله، ان هو لو عملوا صفقات، هم طلبوا من الزمالك كذا لعيب، لكن هل الزمالك هيسيب ولا لا؟ ف يعني ربما يكون حلا من الحلول للكابتن اسامه خليل، نجم سابق طبعا من نجوم الدراويش ومن عمالقه يعني هدافي الاسماعيلي في فترات سابقه. الانتاج الحربي، ليه ما ضمش عصام الحضري في الجهاز المعاون؟ هو النهارده اعلن تعيين الكابتن وسام اسماعيل كمدرب لحراس المرمى في النادي، اللي هو في الجهاز الفني، للكابتن حماده صدقي اللي تولى المسؤوليه قبل المباراه الاخيره اللي اتغلبها الفريق من طلائع الجيش 3-0. عصام الحضري كان بيتساءل، انا يعني علاقته قويه مع الكابتن حماده صدقي، فحصل تساؤل، فبدا يتكلم بعد ما بدا يبقى في تفاوض على الخطه بتاعت النادي، انه طيب هنعمل ايه ومين وهنجيب مين و فترد عليه بانه لا، انت مدرب حراس مرمى فيبقى كلامك بس عن حراس المرمى. فحصل يعني عدم تقارب لوجهات النظر وقت التفاوض اصلا انه يمسك المهمه، فما مسكش المهمه، وبالتالي عين الكابتن وسام اسماعيل مدربا لحراس المرمى. كان شغال في عمان الكابتن وسام، لكن خلاص انهى كل شيء وبدا شغله من امبارح مع فريق الانتاج الحربي. طيب النهارده كان في مباراه ما بين سيراميكا كليوباترا مع المقصه، وانتهت بفوز مصر المقصه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد. مباراه وديه ما بين الفريقين، كل واحد فيهم بيستعد لمبارياته اللي جايه في بطوله الدوري المصري الممتاز. هيلعب مع الجونه يوم الجمعه اللي جايه سيراميكا كليوباترا، وده بعد تاجيل مباراته مع المقص مع المصري اللي كانت المفروض النهارده لكن اجلت بسبب الاصلاحات في استاد برج العرب. طيب نروح بقى الأخبار العالمية سريعا علشان نتكلم بعد كده على كرة اليد. النهاردة الناس كلها كانت مركزة قوي مع ماتش مصر مع سلوفينيا في الهاندبول. أول ما المباراة خلصت أو أول ما بدأت، كان بتبدأ في نفس توقيت مباراة مانشستر يونايتد مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دول 32، فالأغلبية كانت رايحة لماتش مصر مع سلوفينيا. خلصت مباراة مصر واتطمنا وتأهلنا، فالناس راحت قلب على ماتش مانشستر يونايتد وليفربول، وأنا منهم يعني، فأنا بحكي اللي أنا عشته ولقيت الناس أغلبها عاشته. أول ما قلبنا لقينا الجول الثالث ليونايتد بيتسجل بعد ما كانت النتيجة 2-2، في آخر أربع خمس دقايق يونايتد بيسجل الثالث عن طريق برونو فرنانديز الرائع لمانشستر يونايتد، فاول حلو قوي. ففاز يونايتد على ليفربول، وزي ما ضغط عليه على مستوى الدوري بيزود أحزانه على مستوى الكاس. كلوب في وضع صعب على مستوى النتائج، اي نعم صلاح سجل هدف حلو قوي في بدايه المباراه في الدقيقه 19 من زمن اللقاء بعد تمريره من فيرمينو، لكن ميسون جرينوود سجل في الدقيقه 26 طوليه رائعه من راشفورد، وراشفورد بعد كده هو اللي عمل اسيست من جرينوود فسجل هو الثاني. فيرمينو بعد كده عمل اسيست حلو لصلاح بتفويته فصلاح سجل الثاني. في النهايه برونو فرنانديز سجل في اخر 10 دقائق هدف الفوز ليونايتد اللي تاهلوا عشان يلعبوا يوم 10 فبراير مع ويست هام يونايتد في دور ال 16. في نفس البطوله كان تشيلسي عدى النهارده لوتون تاون، كسبوا بنتيجه 3-1 وفوز مهم، اي نعم يعني مش حاجه زي الدوري لوتون تاون، لكن في الاخر فوز على اي حال. هيلعب تشيلسي مع بارنسلي يوم 10 فبراير. طبعا الارض متلجه زي ما انتم شايفين. طيب تعالوا نروح للمقصه، اخبار الفريق ايه والاستعدادات للجوله المقبله. معنا على التليفون الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للفريق. كابتن حمد اهلا بيك منورنا. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل، اخبارك ايه يا كابتن؟ حبيبي ربنا يخليك. الحمد لله. تحياتي ليك يا كابتن هاني. تحياتنا ليك، وبحييكم على المشوار اللي اعدتوا اصلاحه سريعا بالنسبه للفرقه، فالدنيا بقت اعتقد اكثر هدوءا من بدايه الموسم. والله الحمد لله يا كابتن هاني، بس انا في الاول بس احب ابارك لمنتخب اليد ومصر كلها على النتائج المشرفه ديت، حاجه جميله وحاجه تشرف مصر كلها يعني، الحمد لله، وان شاء الله ربنا يكمل لهم على خير ان شاء الله ونوصل للادوار النهائيه باذن الله في احسن من الثمانيه بكتير يعني ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. اتفضل اتفضل يا كابتن. بتكلم على انتصار اخير على المحله،
وبالتالي استقرار إلى حد كبير عن بداية الموسم. والله الحمد لله يعني بتوفيق ربنا واستيعاب اللعيبة بدأت تستعيب تستوعب الناحية الخططية بشكل كويس جدا، والحمد لله بدأت الحالة البدنية نفسها تبقى الريتم الماتشات بقى أسرع شوية، ودي حاجة كنا في بداية الموسم كانت عندنا مشكلة بس إن احنا بادئين متأخر، فكنا بنتمنى من ربنا إن احنا واحنا بادئين يحصل انتصارات واللعيبة تجهز جوه المباريات، وده الحمد لله بتوفيق ربنا طبعا حصلت لنا هزة أو اتنين كده في الأول، وبعد كده توفيق ربنا في بدأنا المباريات الحمد لله نكسب في المباريات الأخيرة، وديت ادت طمأنينة وادت رياحية شوية للعيبة إنها تشتغل بشكل مميز وتشتغل وهي عندها هدوء، ودي حاجة مميزة الحمد لله رب العالمين. مباراة كبيرة قوي الماتش اللي جاي مع الزمالك، كابتن إيهاب جلال مدرب الزمالك السابق وحضرتك يعني بتلعبوا ضد الزمالك اللي هو أحد المتصدرين للمسابقة حاليا، شايف ازاي المواجهه دي وازاي استعدتوا ليها؟ والنهارده كنتوا تلعبوا مع سيراميكا كليوباترا وكسبتوا وديا 2-1. والله يعني احنا بنعمل مباريات وديه بحيث ان احنا نبقى موجودين في الحاله البدنيه بتاعتنا والحاله الذهنيه بتاعتنا، ومباراه كبيره طبعا هتبقى مع نادي كبير نادي الزمالك من احسن فرق في الدوري وعنده لعيبه مجموعه لعيبه كويسه جدا، لكن هيظل في الاخر ان انت هتلعب مع فرقه انك انت عايز تاخد 3 بونت ان شاء الله او تلعب على 3 بونت او تلعب بشكل كويس، وده اللي معانا مع كل الفرق اللي في الدوري يعني. ان شاء الله ربنا كريم باذن الله ونقدر نعمل نتيجه يعني، لان المباراه اللي جايه دي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا كمان، هتحطنا في حته كويسه وتحطنا في حته تبدا تشتغل منها برضو، ويبقى كل الفرق تعمل لك حساب بشكل كبير، وديت اللي يهمنا شويه ان احنا نخلي شكل الفرقه، انت عارف ان احنا فقدنا عدد كبير من اللعيبه السيزون اللي فات يا كابتن هاني، ولاعيبه كانت اساسيه كلها في نادي مصر المخاصه، مظبوط، وده اللي يخليك انك انت عايز تاخد كل 3 بونت في كل مباراه بحيث انك انت تعمل الشكل اللي يليق بيك واللي يليق بفرقه مصر المخاصه. طيب بالكلام عن اللعيبه اللي مشيت كتير، فهل الايام اللي جايه ممكن نلاقي صفقات دعمتم بيها الفريق؟ والله ان شاء الله يعني ممكن، ولو ما قدرناش نجيب اللي احنا عايزينه يا تهاني، وده اللي احنا بنقوله على طول، مش هنجيب عدد وخلاص ان احنا نجيب لعيبه نحشرها في الفرقه وتبقى موجوده وخلاص، لو انا مش هقدر اجيب الناس اللي هتشتغل معانا وتشتغل في الشكل الفني اللي احنا محتاجينه جوه الفرقه، يبقى خلاص ما اللي موجود عندنا ان شاء الله يقدر يكفي معانا السيزون دوت، وان شاء الله باذن الله في خلال الايام اللي جايه يكون معانا لو قدرنا نجيب حد واحد او اثنين، وده العدد اللي احنا مش عايزين فيه اكتر من كده يعني من اللعيبه اكتر من كده. نانا بوكو جاي تاني للمقصه؟ والله لسه شويه يا كابتن، يعني ما كان في حديث مفتوح، لكن يعني ممكن يكون النادي بتاعه مش عايز يفسخ العقد بتاعه، ويعني لسه الامور مش واضحه يعني في الحته دي. هل لسه في كلام من بيراميدز عن الكابتن ايهاب جلال زي ما ذكرت بعض التقارير؟ لا والله احنا مركزين مع مصر المخاصه طبعا، وده الشغل اللي احنا مع فرقه مصر المخاصه، واحنا موجودين يعني من لغايه دلوقتي ما اعرفش اي حاجه طبعا، حاجات احنا بنسمعها لكن دي امور عاديه يعني في الكوره، يحق لكل فرقه انها تفكر زي ما هي عايزه. كابتن ايهاب مدرب محترف واكيد كل الناس بتفكر انها تشوفه باللي هو، لان هو راجل مميز جدا، فالناس بتشوفه في الحته ديت، يحق لكل الناس انها تقول اللي هي عايزاه، لكن احنا زي ما بقول لك احنا موجودين في مصر المخاصه وشغالين بشكل يعني دائم مع الفرقه يعني. بشكرك كابتن حمد، ومره ثانيه موفقين باذن الله بشكل عام في اللقاءات او في الدوري بشكل عام. طيب عايز اقول لكم ان في اسبانيا النهارده برشلونه عاد الى المركز الثالث بعد ما كسب التشي بنتيجه 2-0، دي يونج سجل هدف، كان خلاص الكرة بهدف عكسي لكن هو قال بما انها عكسي طب ما اخش ازود ده مش هجيبها يعني من جريزمان، فراح دخل حط الكرة وهي داخله اصلا فسجل هدف التقدم، ونهايه المباراه ريكي بويج سجل هدف الثاني لفريق برشلونه، طبعا ده في غياب ميسي بسبب الايقاف لما كان اتطرد امام بلباو في كاس السوبر اللي خسره برشلونه. برشلونه دلوقتي في المركز الثالث، خدوا من اشبيليه مره ثانيه ب 37 نقطه خلف طبعا اتلتيكو وريال مدريد. في ايطاليا النهارده يوفنتوس هزم بولونيا 2-0، دي ليخت عاده للمشاركه بعد فتره كانت على مستوى يعني الاصابه، على مستوى اصابه بفيروس كورونا، يوفنتوس كده وصل للنقطه 36، الدوري مشتعل جدا على مستوى المقدمه، ميلان لسه في القمه وراء انتر ميلانو، والمنافسه شرسه يعني، يوفنتوس دلوقتي في المركز الرابع. بايرن ميونخ النهارده اكتسحوا شالكه، المصريين كانوا مهتمين ليه؟ عشان جروس هو اللي بيدرب شالكه، فالناس كلها تقول يا ساتر هيحصل ايه في جروس وشالكه،
4-0 ما اعتقدش نتيجه كبيره قوي يعني بالنظر لبايرن ميونخ، لكن كسب 4. مولر سجل هدفين، ليفاندوفسكي سجل 23 جول الموسم ده لغايه دلوقتي في الجوله 18، مسجل هدفه في اللقاء النهارده، وديفيد الابا سجل في الدقيقه 90 الهدف الرابع. فنربخت خلاص رسميا ضم مسعود اوزيل، انتهت مرحلته رسميا مع ارسنال نجم الكره الالمانيه، وعاد الى بلده الاصلي تركيا وبينضم الى فريق فنربخت. الموضوع خلاص اصبح رسميا. علي كوتش رئيس النادي بتاع فنربخت طلع قال لهم اتبرعوا عشان تساهموا في راتب اوزيل، قال كده لجمهور نادي علشان ده راتب ده اوزيل، يعني احنا مش جايبين لكم واحد صغير فساعدونا علشان نعرف ندفع المرتب بتاعه. بيتقال يعني انه القصة اريد منكم ارسال رسائل قصيرة لحملة معينة 300,000 او 500,000 ويمكن مليون، الدعم ده مفيد للغاية بالنسبة لنا. تمام، دي اخبارنا العالمية، لكن على مستوى كرة اليد المصرية فزنا ببطاقة التأهل الى الدور المقبل الدور ربع النهائي بعد ما تعادلنا مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 لنصطدم ببطل العالم شخصيا يوم الأربعاء المقبل على ملعبنا. فالطموحات التأهل إلى نصف النهائي ولما لا، هنتكلم بقى فنيا لأن طموحاتي وطموحاتك غير أرض الواقع مع الكابتن رامي يوسف مدرب شباب الزمالك لكرة اليد، فخليكم موجودين معنا في الماتش. اهلا بيكم مره تانية، الكابتن رامي يوسف نجم كره اليد المصريه كابتن الزمالك السابق والمدير الفني لفريق الشباب في الزمالك حاليا منورنا النهارده، وكلام بقى كتير عن كره اليد بما انها مفرحانا وعايزينها تفرحنا. كابتن رامي اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بخير. كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. الاول خلينا اكلمك كده عن الحياه ما بعد انك كابتن وبتلعب دلوقتي بتدرب، الدنيا عامله ازاي بما انك اول ما اعتزلت بتدرب؟ الموضوع طبعا بيبقى اول انا ما اشتغلت في التدريب كنت فاكر الموضوع سهل. الموضوع طلع صعب جدا. طول النهار في حرق الدم. لان انت دلوقتي كنت في الملعب وكان في مدرب مسؤول عنك، انت دلوقتي انت المدرب المسؤول عن الفرقه كلها. وفي نفس الوقت طبعا الفرق دلوقتي ما بقتش زي زمان، يعني الفرقه الاعمار السنيه دلوقتي ما بقتش زي زمان. دلوقتي في حتت الدلع كتير، حتت عدم الالتزام كتير. فده طبعا بيعاكس مع الشخصيه بتاعتك انت، عشان انت طول عمرك وانت لعيب كنت ملتزم. طبعا قعدت اخر 3 سنين كنت انا كابتن الفريق، كان في التزام، كنت كل حاجه يعتبر انت المسؤول عنها. ما بين تعامل مع اللعيبه كنت انت همزه الوصل بينك وبين المدرب. فالموضوع ده لما نزل لما اشتغلت في التدريب دلوقتي بقى الموضوع مختلف تماما، تحس ان انت بالظبط اكنك في مدرسه. يعني مش انت مش بتخاطب، انت مش بس مدرب، انت كمان معلم. بالظبط بالظبط، انت ما بتخاطبش، يعني انت الهاند بول اللي انت لعبته ده كله كوم، والمرحله اللي انت شغال فيها دلوقتي دي كوم تاني خالص. فهي الموضوع صعب مش ليه كره اليد في الزمالك دايما هي اللعبه اللي مفرحانا واللعبه ده كلام الزملكاويه دايما، اللعبه اللي مخليانا مرتاحين طول الوقت ومهما كانت في تقصير ما بيكون الدنيا كويسه، يعني ليه؟ ايه الفرق؟ والله الفرق اللي الفرقه كلها بتبقى الموضوع الرياضه بالنسبه لها مش الماليات. يعني حتى احنا واحنا عندنا مشاكل في الماليات من زمان
دلوقتي ومن زمان من فتره كبيره قوي من ايام المجالس القديمه كان في اوقات ما بناخدش فلوس بالسنه والسنه ونص وكنا بنكسب لان احنا حابين كده وكنا زي ما احنا بنقول ايه يعني احنا بنحب نادي الزمالك والهاند بول دي يعني انت بتبقى مثلا ماشي في الشارع او داخل النادي تحس ان الناس كلها عارفاك اللي انت بتاع هاند بول وعارف الفرقه ديت ما بتلعبش عشان فلوس ما بتلعبش علشان لو في مشاكل ماليه وبتاع يعني في فرق مثلا تانية عندها مشاكل في الماليات ما بتقدرش بتقوم لا بتبقى الدنيا بتبدا يبقى فيها مشاكل فيها مشاكل فيها مشاكل ما بيقدرش يركز في الملعب احنا على طول بمجرد ما بننزل الملعب بمجرد ما بنلعب ماتشات مهمه بطولات الكلام ده ما عندناش مشاكل خالص من الناحيه الماديه. الوضع ده هيستمر الفتره اللي جايه ولا قلقان ان والله المشاكل الماديه تؤدي الى مشاكل فنيه؟ يعني مش عايز اقول في يعني هيبقى في مشاكل بس طبعا في فتره في مشاكل فيها في الماليات اللعيبه اعتقد الفريق الكبير فيها ما موضوع الماليات ده ما اعرفش طبعا انا بعيد تماما عن الموضوع ده عشان انا طبعا بقيت مدرب فبعيد شويه يعني مظبوط بس ربنا يسهل والدنيا تعدي ان شاء الله على خير يا مسهل. منتخب مصر النهارده وجع قلبنا شويه في بدايه المباراه الشوط الاول تحديدا لكن رجوع حلو وتقدم وفي النهايه تعادل ما اختلفش قوي عن الفوز لان في الحالتين احنا تاني شفت ازاي اللقاء ككل كده نمسكه من الاول للاخر؟ والله اول مباراه ما كانتش كويسه كنت حاسس ان اللعيبه مشدوده زياده عن اللزوم فمش قادره تطلع اللي عندها لان زي ما بيقولوا اللي الماتش دوت هو عنق الزجاجه الا كسبته دخلت دور الثمانيه لو خسرته اكنك بالظبط ما كسبتش الماتشين اللي قبله فعشان كده اعتقد اللعيبه كانت مشدوده زياده عن اللزوم في الشوط الاولاني الشوط الثاني لما الدنيا ابتدت بقى خلاص ما فيش حاجه ثاني نبكي عليها المفروض الناس تلعب وتموت نفسها والنتيجه دي طبعا بتاعت ربنا بس هو الطبيعي اللي طبيعي جدا اللعيبه تكون مشدوده في الشوط الاولاني وطبيعي يعني. الشده دي ادت الى ايه؟ ايه اخطائنا الفنيه اللي ارتكبناها في الشوط الاول؟ هل فكره التركيز مشتت فضيعنا انفرادات؟ هل حارس مرماهم المتالق سبب ورا ده؟ هل احنا دفاعيا ما كناش متميزين؟ ايه المشاكل الفنيه اللي واجهناها في الشوط الاول؟ لا انا كنت شايف طبعا وجهه نظر انا يعني كنت شايف اللعب من المراكز كتير في الشوط الاولاني يعني ما فيش مثلا تصويب من الخارج ده انا كنت شايفه اللي احنا كنا محتاجينه عشان كده حتى لو شفت الشوط الثاني هتلاقي علي زين ابتدى يشوط من بره في برضه يحيى خالد ابتدى يشوط من بره الشوط الاولاني كان الناس كلها بتلعب من المراكز كل واحد بيلعب من مركزه حتى التحركات بيبقى فيها مش بطء بس التايمنج بتاعها مش كويس فعشان كده هم كانوا ناجحين مع طبعا الاخطاء الفرديه في الشوط الاول من اول شوط خالص من اول شوط الاولاني فهي ديت اللي ادت ان الشوط يبقى مش كويس الشوط الاولاني خرجنا مغلوبين فرق 4 توقعت انت ايه بين الشوطين؟ توقعت ايه اللي ممكن والله انا يعني الصراحه انا كان يعني مش عارف كان من جوايا لا انا كنت متفائل جدا متفائل. الحمد لله كنت متفائل ان احنا هنعدي حتى واحنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين بس برضو كان عندي تفاؤل ازاي مش عارف بس الحاله نفسها الضغط برضو موضوع الاعداد ما كانش فيه اعداد كتير يعتبر الدور الاولاني هو دوت كان الاعداد للمنتخب لان هو قبل الاعداد كان فيه ماتشين بتوع البحرين لعبوا ماتشين ولعبوا ماتشين اليابان قبل كاس العالم دول يعتبر برضو مش كافيين عشان موضوع كل الفرق كانت بتعاني نفس المعاناه لا مش كل الفرق لان كانت بطوله اوروبا كانت شغاله كانوا بيلعبوا الدوري طبعا الدوري في اوروبا اعتقد اللي هو اجمد من الدوري بتاعنا لان الدوري احتكاك بتاعه اقوى لعيبه المنتخب بتلعب في فرق جامده فبيبقى هو بالنسبه له الموضوع حتى في العادي المنتخب لما بيجي يتجمع بعد بيتجمع مثلا اسبوعين ثلاثه بالكتير وبعدين بيبدا خلاص يسافر يلعب البطوله غيرنا طبعا احنا بنبقى محتاجين اكتر وقت اكتر وبعد كده تبدا تخش البطوله فالحمد لله يعني الدنيا عدت ازاي تحسننا عشان الدنيا تعدت الشوط الثاني الاخطاء بتاعه الهجوم التحركات بقت اسرع شويه بقى ما فيش خوف بقى في تصويب من الخارج الحته برضو بتاعه الدفاع كان فيه غلطات فيها في الشوط الاولاني الدنيا ظبطت في الجزء بتاع النص دوت فالحمد لله الدنيا
ابتدت تمشي والحمد لله كسبنا. الماتش اللي جاي مع الدنمارك انا سالت المهندس هشام نصر قال لي هم بطل العالم، احسن فريق في العالم، احسن حارس مرمى في العالم، لكن ليه لا؟ احنا دلوقتي في القصه، فليه ما نحاولش وليه ما نطمحش؟ لا هو شايف ازاي المواجهه؟ انا شايف مفيش حاجه اسمها اللي انت بتلعب بطل العالم اوكي ماشي، بس الماتش في الملعب الكويس هو اللي بيكسب، اللي بيتعب هو اللي بيكسب. لكن اللي انا اقول دلوقتي اللي انا هلاعب بطل عالم من قبل ما انزل الماتش، يعني انزل الماتش خسران، وده برضو في نفس الوقت لازم الاعلام برضو ما يتكلمش على قصه صعوبه الدنمارك بالظبط، ولازم تحفز، لازم يبقى في تحفز، لان هي كده كده بقى ده ماتش، لا كسبت لا خسرت. انت النهارده مثلا لو كنت خسرت كان ايه اللي هيحصل؟ كنا هنعلق المشاهد بالظبط، الدنيا كلها بس ودعنا البطوله من الدور الرئيسي على ارضنا بالظبط كده. فانت دلوقتي بتلعب ماتش بماتشه، انت دلوقتي هتلعب فريق قوي، فريق جايب كل نجومه، هو اعتقد الفرقه الوحيده هي وفرنسا تقريبا اللي جايه يعتبر فول تيم، مفيش حد مش زي المانيا، يعني المانيا في بتاع 7-8 اعتذروا ما رضوش يجوا عشان الكورونا والكلام دوت. لكن الدنمارك لا، فرقه كويسه، فرقه بطل عالم، هتلعب وهتقاتل، النتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد، مفيش لا الكلام اللي انا بقوله دوت انت من امبارح اقول امبارح الارجنتين كسبانه كرواتيا، كرواتيا عملت مفاجاه قلبت المجموعه اللي بالظبط، وفي نفس الوقت فين الارجنتين وفين كرواتيا؟ صح. فده اللي انا بتكلم فيه، ده ماتش ما فيهوش ده قوي ولا هو ضعيف، لا الموضوع ايه الطريقه الفنيه. هو باروندو لما اتسال النهارده على مواجهه الدنمارك قال انه احنا زي كل مباراه بندرس المنافس، بنركز في نقاط القوه ونقاط الضعف، بنعد لها كويس وهننزل نلعب مباراه. اتمنى ان انا اكون فخور فيها بلاعبتي زي ما انا فخور بيهم دلوقتي. ازاي يتواجه من خلال متابعتك لمنتخب الدنمارك ومن خلال نتائجنا السابقه معاهم اللي اخرها كانت 2019 في النسخه اللي فاتت؟ والله هو الدنمارك عنده تصويب خارجي، لازم نبقى مقفلين كويس قوي في التصويب الخارجي. موضوع الحراسه، حارس المرمى بتاعه من احسن حراس المرمى في العالم، لازم يبقى في تركيز في التصويب. ايوه. موضوع الدفاع والفاست بريك بالنسبه لنا هيفرق، ما ينفعش يبقى الماتش ماشي جون بجون. يبقى في حماس، لان خلاص انت ما فيش حاجه تانية تبكي عليها، انت كسبت دخلت، خسرت طلعت، فخلاص احنا بقينا ايه؟ فخلاص في حاجه لو حاجه تانية عشان ترتيب المراكز. ما احنا دلوقتي دور الثمانيه، احنا لو خسرنا هنلعب من الخامس للثامن. ايوه خلاص. وبعد كده خلاص هنحسم، هيبقى هنلعب لخلال اللي خدنا خامس لسادس لسابع لثامن، لكن احنا اوريدي النهارده دخلنا دور الثمانيه، دخلنا على الاقل ضمننا مركز ثامن زي ما كنا في السنه اللي فاتت من سنتين. النسخه اللي فاتت وصلنا لنفس الدور، اتغلبنا من اسبانيا فارق تقريبا 5 اهداف. ازاي نتعلم من درس المباراه دي؟ احنا برضو كنا بطوله العالم اللي فاتت كنا جايين من بعيد، فاللي انت تخش الثمانيه دور الثمانيه انت يعتبر رجعت تاني. يعني احنا كنا بقالنا فتره بنلعب من العاشر وانت بقى طالع، فاللي انت تخش الثمانيه اعتقد اللي ده كان التارجت بتاعك في الوقت ده. فدلوقتي التارجت ده عالي بالظبط، فانت دلوقتي انت دلوقتي خدت تامن، المفروض اللي انت على قد ما تقدر تبدا تخش تاني، عايز تخش على قد ما تقدر تحقق، على قد ما تقدر تحقق. هل دلوقتي لو ربنا اكرم وكسبنا الدنمارك اوكي دخلنا المربع، مفيش نصيب، هتلعب من الخامس للثامن. أيوه. على الاقل انزل بقى، يعني ما ابتديش، يعني ما اخدش مثلا، ما اقولش ايه اخد تامن. أيوه. ممكن اخد خامس. تمام. يبقى انا كده برضو ببدا اقرب. مزدوك. وفي ظل اللي انا شايفه يعني الوضع اللي احنا فيه والاعداد والكلام ده مش وحش، بس الناس اللعيبه هتلعب برجوله وانا واثق فيهم والناس كلها واثقه فيهم، وهم على قد ما يقدروا يعملوا، والنتيجه دي طبعا احنا عارفين بتاعت ربنا مش بتاعت حد. عايز اتكلم معاك عن باروندو نفسه شويه فنيا وشخصيا، يعني انه لانه دايما بنشوف مطالبات انه حتى لو لا قدر الله النتائج مش حلوه لازم الراجل ده نحافظ عليه لانه ولانه ولانه، فعايز اتكلم معاك عنه شويه او رؤيتك بشكل عام عنه، لكن بعد الفاصل في الماتش. وكمان هنشوف نتائج النهارده ايه اللي حصل فيها ونتائج بكره او ماتشات بكره، علشان خلاص شكل الدور ربع النهائي يبدو أكثر اكتمالا، لكن بعد الفاصل في الماتش. خليكم معنا.
اهلا بكم مره ثانيه. انضم ليا انا والكابتن رامي يوسف الكابتن محمد ابراهيم قائد الاهلي السابق ونجم فريق الجيش لكره اليد. كابتن ابراهيم اهلا بك. اهلا بك يا كابتن هاني. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتكلمنا خلال البطوله كذا مره تليفونيا لكن بالزبط. دلوقتي قلنا بقى ننتقل لمرحله جديده بانتقالنا لربع النهائي نخليها في الاستوديو. بالظبط كده. منور الدنيا يا كابتن. بنورك يا كابتن هاني. كنت بتكلم مع الكابتن رامي من شويه على التاهل جه بصعوبه شويه مع شويه قلق مع شويه شد. اتكلم الكابتن رامي في نقطه مهمه انه لعيبه برضو داخله المباراه وهي بتعدي من دور لدور فمضغوطه بالنقطه دي مضغوطه بان انت واخد ثامن العالم النسخه اللي فاتت فما ينفعش تاخد اقل من كده في نسخه على ملعبك. شفت انت ازاي اللقاء وهل ده السبب ولا احنا وقعنا في اخطاء فنيه واضحه في الشوط الاول تحديدا؟ طبعا هو ده من الاسباب المهمه اللي حضرتك كلمت فيها انت وكابتن رامي. طبعا موضوع الاستريس اللعيبه بتلعب عليها ستريس لان الماتش ده حياه وموت. كسبت انت جوه البطوله خسرت انت بره. لكن من وجهه نظري وانا ده عملت مع حضرتك مداخلتين قبل كده وكان في ناس بتنتقد المدرب وانا كنت بدافع عنه جامد جدا. النهارده طبعا المدرب طريقه اللعب يعني مش انا او كلامي عليها دلوقتي مش تبقى على طريقه اللعب اللي هو اختارها او طريقه الدفاع او 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 لكن انا عندي كومنت عليه على التشكيل اللي بدا بيه. من وجهه نظري يعني ان التشكيل اللي بدا بيه النهارده من وجهه نظري غير موفق خالص. هو اعتمد على نفس التشكيل اللي بدا بيه ماتش روسيا وبيلاروسيا. مش عارف ازاي هو في الماتشين ليه ما ينفعش يحصل نفس الشيء. هقول لحضرتك بالظبط اللي حصل ان هو في ماتش روسيا وبيلاروسيا بدا باحمد الاحمر واحمد هشام السيد دودو. ده مش تقليل منهم طبعا. انا بتكلم ان كل ماتش ليه ظروفه وليه طريقه وليه عناصر مناسبه ليه. احمد الاحمر لعبه او مهارته الرئيسيه في التعديه والمراوغات الواحد على واحد. ده ينجح جامد جدا مع منتخبات مثلا زي روسيا بيلاروسيا اللي هم جوده الدفاع عندهم اقل من جوده الدفاع في الكلاس اي اللي هو زي السويد زي الماتش بتاع النهارده سلوفينيا زي بعد كده ممكن الدنمارك ممكن المانيا ممكن. فطريقه اللعب في بدايه المباراه ممكن ما تبقى غير مناسبه. انت في بدايه المباراه عايز لعب تكتيكي زي ما يحيى خالد نزل نفذ الكلام ده. علي زين ناس بتعتمد على التصويب من خارج اكتر. كروسات مع يحيى الدرع نستغل ان يحيى الدرع لعيب مصاب بيلم الناس عليه. يجي من ورا يحيى او يجي من ورا علي زين مع اللعب على مستوى الدايره. فده وجهه نظري ان هو بدايته بالاحمر واحمد هشام مش تقليل منهم طبعا. الاثنين نجوم كبار جدا واحمد الاحمر يعني شهادتي فيه مجروحه. اخويا يعني متربيين مع بعض. لكن انا اقصد ان كل ماتش ليه طريقه لعب تمام وليه اسلوب في البدايه. البدايه الغير موفقه من وجهه نظري في التشكيل دخلت سلوفينيا في المباراه ودخلت مدافعينهم في المباراه ودخلت حارس مرمهم في المباراه فاحنا صعبناها على نفسنا. من وجهه نظري لو كنا بدانا بدايه زي مثلا ماتش السويد بيحيى خالد علي زين الدرع كان ده هيساعدنا جامد جدا ان احنا ما ندخلش سلوفينيا في المباراه. وده كان هيفرق معانا ان احنا نسهلها على نفسنا. لكن الحمد لله ربنا كرمه وتداركنا الموقف والدنيا عدت. تداركنا الموقف. هتكلم معاكم عن باروندو زي ما اتكلمت معاك كابتن رامي قبل الفاصل لكن تعالوا نستعرض نتائج النهارده اللي اتلعبت في بطوله العالم لكره اليد وبعض المتاهلين شكل المجموعات كلها بقى عامل ازاي المجموعات الاربعه. يلا بينا. النهارده المغرب خسروا من تشيلي في كاس الرئيس بنتيجه 28-17. بيلاروسيا كسبوا مقدونيا الشماليه بنتيجه 30-26. الجزائر اتغلبوا من سويسرا 27-24. خساره من لصالح النرويج 35 كسبوا على ايسلندا 33. وسلوفينيا في كاس لا في الدور الرئيسي بقى مش في كاس الرئيس. سلوفينيا اتعادلوا مع مصر 25-25. كوريا الجنوبيه اتغلبوا من النمسا 36. ده كاس الرئيس. ده مش كاس الرئيس. كاس الرئيس اللي هو كوريا الجنوبيه. ده كاس الرئيس هو كوريا. لكن البرتغال لا وروسيا لا. صح بالظبط. روسيا والسويد دي بقى الدور الرئيسي 34-20. طيب تعالى نستعرض المجموعات كمان اللي اتلعبت النهارده او شكلها بقى عامل ازاي. لانه مجموعتنا خلاص حسمت البطاقتين. احنا في المركز الثاني فوقينا منتخب السويد لما كسب منتخب روسيا. لكن في المجموعه الاولى المجر تاهلوا بثمان نقاط. اسبانيا في المركز الثاني بسبع نقاط. المانيا خلاص وبولندا والبرازيل واوروجواي. المجموعه الثانيه الدنمارك ودي اللي احنا هنواجه منها الفرق. الدنمارك متصدرين بثمان نقاط. لعب الدنمارك خلاص بالظبط. الارجنتين ست نقاط. بكره بقى هيتحدد الارجنتين ولا كرواتيا ولا قطر بالظبط هيتاهلوا. واليابان والبحرين طبعا ودعوا. المجموعه الثالثه فرنسا تاهلوا هم والنرويج وراهم بقى خلاص البرتغال وسويسرا وايسلندا والجزائر. فرنسا بالعلامه الكامله الفريق الوحيد اللي الفريق الوحيد ممكن الدنمارك بكره تعمل كده بكره لو كسبت.
ومتوقع ده يحصل مش كده. الدنمارك اصلا كده كده كسبت خسرت هي اول خلاص نظر. هي اول لكن فكره العلامه الكامله اللي بيتكلم عليها محمد كابتن محمد هي النقطه بتاعت انه فرنسا حققت انتصارات في كل مجموعة. طبعا مجموعتنا السويد متصدر خلاص مصر المركز الثاني كسبنا سلوفينيا وبالتالي او تعادلنا مع سلوفينيا وبالتالي اقصيناهم. روسيا 5 نقاط بالخساره النهارده، بيلاروسيا 4 نقاط، مقدونيا الشماليه بلا نقاط. شكل بقى المجموعات في كاس الرئيس، تونس 4 نقاط، الكونغو الديمقراطيه 4 نقاط، انجولا نقطتين، كيب فيردي بلا نقاط هما طبعا انسحبوا. المجموعه الثانيه النمسا 6 نقاط، تشيلي 4 نقاط، المغرب نقطتين، وكوريا الجنوبيه بلا نقاط. طيب كابتن رامي فروندو ايه رايك فيه بشكل عام؟ لان الكابتن محمد ابراهيم من ايام اتكلم معاه في ان الراجل ده عارف ازاي يتعامل مع الفريق وانه حتى لابد من استمراره بشكل عام بغض النظر عن النتائج. ده كان كلام كابتن محمد ابراهيم، ايه رايك؟ لا كلامه مظبوط، هو عمل شكل كويس تكمله برضو للمدرب الاسباني اللي كان قبله ديفيد. عارف ازاي يتعامل مع الفريق المصري. كان زمان يعني اكتريه اللعبه بتاعنا كان 5-1. هو دلوقتي ما فيش يعني ما بيشتغل على 6-0، عارف ازاي يوظف الناس. بيلعب الاسلوب الاسباني اللي بيلعبوا بيه، اللي انت ما تبقاش انت ماسك الفيرود او انت يعني على طول الفيرود وراك، انت بتقفل عليه باسلوب بايديك، بتقفل مساحات على طول، على طول ايديك فوق، تعرف تقطع كور، وفي نفس الوقت الاسلوب نفسه حتى في الماتشات لما تيجي تتفرج على الماتشات تلاقي الموضوع بقى مش سهل زي زمان. يعني الموضوع زمان كان مصر لما تيجي تلعب اي فرقه برضو الشوط من بره من الخارج خارج التسعه كان بيبقى كتير، النهارده لا، فالموضوع اختلف. فانا شايف الصراحه اللي هو مدرب كويس جدا صراحه. يعني كابتن ابراهيم نلعب مع الدنمارك ازاي؟ هل في امل ولا على ارض الواقع الدنيا صعبه؟ بالعكس انا شايف ان شاء الله في امل. اولا زي ما حضرتك قلت في بدايه التقديمه يعني ان الماتش الجاي ده هيبقى بدون ضغط خالص. هو اسوأ الظروف، اسوأ الظروف، وده ما اتمنهوش ان شاء الله، ان احنا لا قدر الله لو حصل ما فيش مكسب هنبقى تامن. فخلاص الناس الاستريس اتشال من عليها، بيلعبوا مع الثمانيه الكبار دلوقتي. اي نتيجه ايجابيه هتعملها انت بتنط مراكز لفوق. فمنتخب الدنمارك طبعا منتخب قوي جدا ومحترم جدا، لما نيجي نتكلم عنه واحده واحده يعني. عندهم في لونج ليفت لعيب لندن، الاخ الاصغر لندن الحارس المرمى. عندهم في الباك ليفت لارسون، وعندهم مانسا، وعندهم يعني مجموعه من اللعيبه الكبيره جدا، لكن النجوم بتوعهم هم هانسن طبعا احسن لاعب في العالم، لعيب في الدايره على اعلى مستوى. في الوينج رايت سفان، لعيب من اللعيبه الخبره ولعيب يعني متمرس في البطولات العالميه. ونيجي بقى الليفل الوحش هو لندن طبعا، ده يعني حارس المرمى ده نوير كره اليد العالميه يعني. فانا بوجهه نظري ان احنا لو من البدايه ما دخلناش لندن في المباراه الموضوع هيتسهل علينا جامد جدا. ما ندخلهوش في المباراه دي توصيف لانك ما تضيعش في بدايه المباراه، مش ان انت تبدا باقوى تشكيل عندك. نفس الكلام اللي انا قلته برضه، هنتكلم تاني ان الدنمارك من المنتخبات اللي يعتبروا كلاس اف في العالم. الجوده بتاعت المدافعين بتاعتهم عاليه. فنفس القصه، مش هينفع من بدايه المباراه نلعب على الحلول الفرديه. لا، لازم نلعب الاول جماعي. فلما ان شاء الله الجماعي ينجح ونبقى عايزين نعمل روتيشن، نبدا نغير وندخل واحده واحده. ساعتها هنلاقي ان الاحمر وجوده هيبقى مثمر جدا جدا جدا. اي لعيب تاني يعني، انا دي وجهه نظري. ففي البدايه لازم تبقى البدايه جامده جدا وما يخشش في المباراه. ما يخشش في المباراه. طيب نستعرض شكل ربع النهائي بما انها خلاص اكتملت الى حد كبير، يعني باستثناء بعض المواجهات هنعرف مين الاول ومين الثاني. لسه الدنمارك مع مصر يوم الاربعاء بحسب الموقع الرسمي الساعه 6:30، 9:30 فرنسا هتلعب مع المجر او اسبانيا، هيتحدد الايام اللي جايه. المجر برضو هيلعب مع اسبانيا او النرويج لانه هيتحدد لسه. السويد والارجنتين، السويد والارجنتين او كرواتيا او قطر. مزبوط. يعني من الثلاثه دول هيبقوا حد مع يعني فرقه من الثلاثه، هيلعب مع واحد من الثلاثه. بالظبط بالظبط، هو اللي هيحصل. الارجنتين هتلاعب قطر. لو قطر كسبت وكرواتيا خسرت قطر تتاهل. تمام. لو الارجنتين كسبت قطر باي نتيجه تتاهل، سواء كرواتيا كسبت او خسرت الارجنتين تتاهل. الارجنتين هي اللي هتلاعب. فهي موضوع الماتشين مرتبطين ببعض. مرتبطين ببعض. فالسويد بكره هيعرفوا هيلعبوا مين بعكسنا احنا خلاص عرفنا. بالزبط. طيب توقعاتكم لنتائج الماتشات دي كابتن رامي في ضوء يعني ما تكون الى حد ما قدامنا؟ الدنمارك مع مصر اتكلمنا عنها، فرنسا اما مع المجر واما مع اسبانيا. فرنسا كسبوا كل ماتشاتهم، اسبانيا تاهلوا بالامس رسميا قبل حتى ما يلعبوا الجوله الاخيره.
انا شايف ان المجر فرقه كويسه جدا اتفرجت عليها، فرقه كويسه ممكن تكسب فرنسا. فرنسا انا اتفرجت على الماتش بتاع الجزائر، فرنسا كسبانه جونين بالعافيه، فرق جونين بالعافيه. فرقه المجر فرقه متكامله، فرقه كويسه، فرقه جماعيه، الحراسه بتاعتها كويسه. فرنسا برضو طول المباراه ما عندهمش ثبات في المستوى، شويه يعلو وشويه ينزلوا شويه. فانا شايف اللي المجر ممكن تكسب فرنسا، ممكن تكسب. كابتن ابراهيم بالنسبه لمباراه ايه؟ فرنسا والمجر ولا فرنسا والمجر؟ هي في ماتشات بكره عشان يتحدد مين هيلاعب السويد. توقعات مين هيلاعب السويد؟ مين هيلاعب السويد؟ انا بقول ان الدنمارك هتكسب كرواتيا، وتهيألي قطر هتكسب الارجنتين. قطر ممكن يكونوا خبرات اعلى شويه عندهم، اتنين لعيبه. فقطر اللي تروح، فقطر غالبا انا من وجهه نظري هتبقى الدنمارك طبعا وقطر، فغالبا السويد هتلاعب قطر. غالبا السويد تلاعب قطر. طيب اخيرا قبل ما نختم كلامنا، لا سؤالين. سؤال الاول كده عايز اعرف التيشيرتات، هل اتقطعت تيشيرتاتكم قبل كده وانتوا بتلعبوا؟ ده الطبيعي، ده العادي. ده الطبيعي، بس طلع كتير قوي النهارده، احنا اتوترنا. هو انت لو شفت اصلا اللعيب بيمسك ازاي الاحمر، لازم التيشيرت يتقطع. ده موضوع صعب يعني صراحه. قطع طبعا، التيشيرتات كلها متقطعه، بالذات مركز الدايره ده من المراكز اللي دايما فيها احتكاك، لان انا طول الوقت واقف في وسط المدافعين. وده شيء طبيعي في الهاندبول يعني، حتى تلاقي لما التيشيرت اتقطعت اتغيرت في ساعتها. ايوه، من المتوقع ان ده هيحصل في المباراه. عندك بدل الواحد اثنين وثلاثه، لازم اثنين وثلاثه. التحكيم ممكن يكون ليه دور في ماتش الدنمارك، بما اننا اشتكينا من اداء التحكيم في ماتش السويد يعني. لا صعب يعني الموضوع، مش هيبقى برضو انا شايفه، لا الموضوع هيبقى مظبوط والفرقه الكويسه هي اللي هتكسب يعني. كابتن ابراهيم على النقيض لرايه اخر. هو ليه؟ لان احنا التحكيم، مش قصدي ان التحكيم بيبقى متعمد يعمل حاجه غلط، لا، او ضدنا او معانا، لا. انا مش قصدي كده. احنا لعبه 50% او 60% من قرارات التحكيم كلها قرارات تقديريه. تمام. فطبعا الحكم ممكن يقلب نتيجه المباراه. انا مش بتكلم على التعمد بس. تمام. بس فعلا يعني في حكم يشوف كوره فاول عكسي، حكم تاني نفس الكوره يحسبها بنالتي. حكم ممكن يدي للعيب عمل هجوم، يدي للعيب المدافع دقيقتين، واحد تاني ممكن يدي للمهاجم دقيقتين عليه، حكم تاني يحسبها دخول من جوه المنطقه، حكم تاني يحسبها بنالتي، فحكم تاني يرفع سلبي بسرعه، حكم تاني لا. فطبعا هي كلها لعبه تقديريه. مش بتيجي على الهوا الحكم، لا، على تقديره. أي. ممكن اتنين حكامنا في الملعب يختلفوا. فطبعا الحكام بتبقى ليها دور كبير جدا جدا يعني. كابتن رامي يوسف نجم كره اليد في الزمالك ومدرب قطاع الناشئين، بشكرك ونورتني، وبالتوفيق ان شاء الله يوم الاربعاء نبارك لبعض كلنا. تسلم، ربنا يكرمك. شكرا لك كابتن محمد ابراهيم، قائد الاهلي السابق ولاعب الجيش. نورتني وانبسطت جدا بوجودك. وانا كمان انبسطت اكتر، واسفين للتاخير بقى. لا خالص، حاجه خارجه عن ارادتنا. احنا اللي اسفين جدا. نورتنا يا كابتن، نورتنا يا كابتن. تسلم، ربنا يكرمك. نورتونا انتوا كمان كالعاده، شكرا ليكم على وجودكم معانا بكره باذن الله. حلقة جديدة الساعة 11 على صدى البلد. تحية كل فريق العمل وتحياتي هاني حتقوت. إلى اللقاء.